تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم في عدد جديد من برنامجكم الظهيرة الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية. نرحب بكم في هذا العدد الذي سنقف فيه مع وعند العديد من الملفات، وعلى رأسها سنعود لنقف عند ذكرى 19 من مارس، ذكرى وقف إطلاق النار، لنقدم ونقف عند القراءات التاريخية والدلالات السياسية لهذه المناسبة. كما ستكون لنا أيضا وقفة مع الملف الصناعي لنتحدث عن الحركية الكبيرة التي يشهدها النسيج الصناعي بعد رفع العراقيل على الاستثمارات، ونتحدث عن ولاية برج بوعرريج في ملفنا الفلاحي والتنموي. سنتكلم عن تربية المائيات بولاية تيزي وزو كدفعة قوية للمشاريع الاستثمارية بالولاية، بالإضافة إلى العديد من التقارير والروبورتاجات والمواجيز والنشرات الإخبارية تأتيكم في عدد اليوم من الظهيرة، فأهلا وسهلا بكم. إذن نرحب بكم مشاهدي الأكارم، وكما أشرنا من قبل تحيي الجزائر اليوم وتحتفي بمناسبة 19 من مارس، ذكرى وقف إطلاق النار التي أعقبت قرن وزيادة من كفاح الشعب الجزائري ونضاله من أجل نيل حريته. سنتحدث عن هذه المناسبة في أبعادها التاريخية وأيضا في دلالتها السياسية. سنقف عند أيضا أهم ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية التي بعث بها للأمة الجزائرية. والحديث عن هذا الموضوع مشاهدي الأكارم، يسعد برنامج الظهيرة باستضافة الأستاذين الفاضلين الدكتور بن يوسف تلمساني، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة بوليدة 2. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. ويحضر معنا أيضا الدكتور إدريس عطية المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك بروفيسور. إذن مشاهدي الأكارم، كما قلنا نتكلم عن هذه الذكرى من خلال أبعادها المختلفة. الدكتور بن يوسف تلمساني يتكلم عن هذا المنعطف الكبير في تاريخ الجزائر المعاصر، هذه الذكرى التي تتجدد من جيل إلى جيل، جيل ضحى وجيل يبني. دكتور، في البداية دعني أهني الشعب الجزائري بهذه الذكرى 60، نعم، ل 19 مارس 62، 19 مارس 2022، مرور 60 سنة على وقف إطلاق النار. وهذا وقف إطلاق النار ما كان لي يحدث، وما كان لي أن ننتصر على فرنسا فوق البساط، أو ما كان لفرنسا أن تجلس معنا على الطاولة لولا الانتصار في الميدان، الانتصار العسكري. لأننا كنا منذ البداية طرحنا لفرنسا وثيقة، وهذا ما جاء في بياني أول نوفمبر، أن إذا كانت تحدوها النية لتفادي إراقة الدماء فقد أحددنا يعني حضرنا وثيقة مشرفة، معناها فيه عدة مكاسب يمكن أن نتفاوض عليها ويمكن أن النقاش يدور حولها ويتم تسويتها، إلا المبادئ، إلا المبادئ التي تخص وحدة ترابنا ووحدة شعبنا، فهذا خط أحمر لا يمكن التنازل على المبادئ. الاستقلال أولا ثم نتفاوض على الباقي، لكن الرد كان معروف من طرف فرنسا أن لا رد إلا الحرب. فكانت 7 سنوات ونصف إراقة دماء كثيرة سالت، دفعنا فاتورة كبيرة الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته، وكما هو معروف في النهاية لا مفر من الجلوس على الطاولة، فكانت الانتصار فوق البساط الأخضر. صحيح. ولم نضع سلاحنا، هذه هي قوتنا، أننا تفاوضنا ولم نسقط في فخ الهدنة كما كانت فرنسا تريده. إذن نحن بقينا في العمل يعني عسكريا في الجبال ولم نتوقف، وقف إطلاق النار إطلاقا، ومن أراد أن يتفاوض فقد طرحنا المفاوضات منذ البداية. فكانت المفاوضات أيضا هي معركة شرسة استطاع فيها المفاوض الجزائري أن يحافظ على المبادئ
ووفق التوجيهات السياسية للقيادة الثورة وخطوة بخطوة. وكانت الأمور مفتوحة في البداية، كل ما نتوصل إلى شيء مع فرنسا إلا ويؤخذ إعلان الإعلام العالمي يطلع عليه، وهكذا أحرجنا فرنسا وكانت النتيجة. وكان الانتصار عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. وقبل أن أتي البروفيسور إدريس عطية، أدعوكم وأدعو المشاهد الكريم لمتابعة هذا التقرير للزميل وليد قادري، بعد ذلك نعود لنواصل النقاش. الجلوس على طاولة المفاوضات لم يكن موقفا حضاريا اختارته فرنسا، بل مذلة لإحدى أكبر القوى آنذاك جرت إليها مجبرة بعد أن نزف جيشها في الجزائر تحت ضربات جيش التحرير الوطني. من محادثات لوغران مرورا بلوسيرن، بال، ليروس، وصولا إلى مفاوضات إيفيان الأولى فالثانية، توصل الوفد الجزائري المفاوض مع نظيره للمستعمر الفرنسي إلى اتفاقية إيفيان ليوقع الطرفان وقف إطلاق النار في 18 مارس 1962، حتى يكون ساري المفعول منتصف نهار اليوم الموالي 19 مارس. كل الأجيال التي تعيش اليوم في هذه الجزائر الحرة، في هذه الرقعة الجغرافية، في هذا الحيز السيد بالنسبة لي كجزائري، هو نتاج ل 19 مارس 62. ثم أن العناصر التي ركز عليها الدبلوماسي الجزائري في انتصاراته ومفاوضاته في مارس 62 هي التي اليوم محور الصراع في العالم: الرقعة الجغرافية، الحدود، السيادة الوطنية والثروات الباطنية. فالدبلوماسي الجزائري ترك لنا عناصر نحافظ عليها دائما حتى تبقى هذه الجزائر سيدة. توقيع اتفاقية إيفيان وقرار وقف إطلاق النار كان تعبيرا ضمنيا عن انتصار جبهة التحرير الوطني في حربها وانكسار فرنسا في أهم مستعمراتها. يومها بدأت رائحة الحرية ونسمات الاستقلال تنبعث من تراب الوطن. يومها أزهرت الأرض ورود الاستقلال التي لم تكن لتزهر لو لم تسقى دما. عيد النصر سيبقى الوشاح الذي يزين شهر مارس، كلما كان الموضوع ثورة نوفمبر فهي المحطة التي فرشت الطريق للاستقلال. شهر مارس هو أيضا في الذاكرة الجزائرية شهر الشهداء، ففيه استشهد العديد من قادة الثورة، أسماء أرادت فرنسا القضاء عليها بعد أن فهمت أن التخطيط المحكم للثورة تقف وراءه القيادات اللامعة. ومع ذلك لم تزدد الثورة التحريرية إلا اعتقاداً لأنها كانت ثورة شعب بأكمله وذخيرتها حب الوطن لا غير. إذن ذكرى 19 مارس النصر والانتصار والعديد من النقاط التي جاءت في تقرير الزميل وليد قادري، سنعود لنقف عندها محاور ونقاط محورية في هذه الذكرى. بروفيسور إدريس عطية، إذن أيضا البارحة كنا قد تابعنا وسمعنا أيضا لرسالة رئيس الجمهورية التي تحدث من خلالها على أن الاستعمار سعى لطمس هوية وحضارة هذا الشعب الجزائري، غير أنه لم يفلح في ذلك لتبقى الأمة الجزائرية قائمة بمكوناتها الثقافية والحضارية. أستاذ، بالفعل لأنه استنية 19 مارس 2022 هي تؤكد على الإصرار والانتصار، وهذا هو الشعار الذي اعتمدته الجزائر من أجل هذه الاحتفائية، وهي تدخل ربما في احتفالية أخرى أكبر وأبرز متعلقة بستينية الاستقلال في حد ذاتها. وبالتالي أن معالم الاستقلال أو الانطلاق من 19 مارس 1962 إلى 5 جويلية 1962 تؤكد دائما على هذه الرمزية وعلى هذه القيمة التي تتحدث عنها والتي ترتبط دائما بديمومة الأمة الجزائرية وثباتها عبر كامل المحطات التاريخية. وإلى اليوم ونحن ربما في إطار الجزائر الجديدة ننظر بعين وازنة وبنظرة ثاقبة لمستقبل الجزائر من خلال الاستثمار الحقيقي في أبناء الأمة الجزائرية، والتأكيد دائما على وحدة هذه الأمة ووحدة قيمها ووحدة رموزها ووحدة كل مكاسبها، لأن المشترك الجزائري هو مشترك واحد بين شرق البلاد وغربها وبين شمال البلاد وجنوبها. وهذا ما ركز عليه المفاوض الجزائري
في 1962 عندما أكد على أن الجزائر رقعة جغرافية واحدة، وهذا ما بعد ذلك عاد إليه رئيس فرنسا الأسبق شارل ديغول عندما تحدث على أن الشعب الوحيد في المنطقة هو الشعب الجزائري الذي قرر مصيره وقرر جغرافيته في حدود قواته المسلحة، وبالتالي أن المنطلقات الجزائرية سواء ارتبطت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد على مبدأ تقرير المصير وهو ما تمسك به الجزائريون كطرح حقوقي وطرح قانوني، وتم إحراج فرنسا بذلك. وأيضا أشار إليه الأستاذ المساري عندما يتحدث على صمود العمل العسكري، ففرنسا لم تذهب إلى اتفاقية إيفيا أو للتفاوض مع المفاوض الجزائري رغبة، وإنما ذهبت مجبرة بالقوة المفاوض الجزائري في استمرارية العمل العسكري إلى غاية أيضا انتهاء يعني اتفاقية وقف إطلاق النار، وبالتالي ضرورة الاستثمار الذكي والاستثمار الفاعل، لأنه الآن الأوان اليوم أن نتحدث على مادة تاريخية فاعلة بالنسبة للناشئة وبالنسبة لأبناء الجزائر وبالنسبة لكل المواطن الجزائري سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، لارتباطهم دائما بهذا التاريخ المجيد وبهذا التاريخ المشرف. نعود إلى 19 مارس لنتحدث على الإصرار والانتصار، هو نتحدث على شهيد حطم دماغه، ونتحدث على شهيد مترت ساقه، ونتحدث على شهيد قطعت يده، ونتحدث على شهيد سالت دماؤه، ونتحدث على شهيد بقرت بطنه وغيرها من الجوانب، أو ثقبت أو فقئت عينه وغيره من الجوانب. أعتقد هذه المظاهر ينبغي أن تكون دائما موجودة في خيال كل جزائري وفي كل وطني. ومع ذلك أنه نحن نقترب من 50 مليون نسمة، أعتقد أنه 50 مليون نسمة كلهم شهداء أحياء يحاكون ذاك التاريخ ويتمسكون به ليؤكدوا دائما أن حقيقة الجزائر هي حقيقة الانتصار على كل مستضبر وعلى كل عدو غاشم. نعم، ورمزية هذا اليوم كما قلت لابد أن تبقى عالقة في أذهاني وفي ربما مخيلة كل مواطن جزائري حتى يقف عند تضحيات هؤلاء الرجال العباقرة الذين كما أشار الأستاذ كانوا عباقرة في سواء في الجبال أو في المفاوضات. دكتور تلمساني، قبل أن نصل إلى 19 من مارس، ما الذي أجبر فرنسا وأكرهها على أن يعني تأتي إلى طاولة المفاوضات بعد ذلك كما قلت ليدخل المفاوض الجزائري في معركة أخرى، معركة ميزها الوعي الكبير والعبقرية الكبيرة جدا من طرف المفاوض الجزائري؟ حقيقة منذ أول، أنا لا أقول منذ أول نوفمبر، ولكن أنتم تعلمون بأننا منذ 1830 كانت شبه الاتفاقية التي وقعت من طرف الداي حسين وثيقة الاحتلال وثيقة الاحتلال الاستسلام التسليم تسليم القصبة. منذ تلك الوثيقة ظهرت فرنسا يعني عن أبانت عن نيتها الحقيقية، عن نيتها الحقيقة يعني في تلك المرحلة في ذلك اليوم تجاوزت تلك المعاهدات تلك الاتفاقية التي جاءت كلها تجاوزها. إذن بين لنا أن الشعب أخذ الأمور محمل الجد أيضا بمجابهة هذا المحتل بالسلاح، الرفض للاستعمار منذ 1830 مواجهة مقاومة شعبية. إذن لابد أن ما كنا لنصل أيضا للمرحلة الثورة إلا بتضحيات جسام منذ 1830 اللي هي المقاومة الشعبية عبر الوطن كل، وهي مفخرة لنا اليوم لأننا لم نضع سلاحنا، بقينا ندافع عن أنفسنا بالسلاح وأيضا بالمقاومة السياسية اللي هي الحركة الوطنية إلى أن زاوجنا بين هذا العمل كله في 54. إذن كانت الانطلاقة عمليات عسكرية متتالية رغم قلة الإمكانيات، الإيمان بقضيتنا العادلة وبالله أننا سننتصر، وهكذا انتشرت تطورتنا ووصلنا إلى توحيد صفوفنا، وهذه مهمة أساسية في نجاحنا. أننا استطعنا أن نوحد أنفسنا، لاحظوا من خلال شرائح المجتمع، اتحاد العمال، الطلبة، التجار، النساء، فرقة فنية، فرقة كرة قدم، كل أساليب الناعمة وغير الناعمة، هذه كلها كانت تجري توحيد، يعني عمل سياسي كبير كان يجري داخليا وإلى جانب المعركة والعمل الميداني على العسكري، هذا كله
تضاف إليه الدبلوماسية التي أيضا هي في خارطة طريقنا في بين أول نوفمبر. عملنا على انتصارات دبلوماسية وقدرنا نجلب الكثير من الأصدقاء والأشقاء ليقفوا ويؤيدوا ويناصروا الشعب الجزائري لأنه عادل في قضيته. هذا كله أدى إلى انهزام فرنسا، انهزام فرنسا المتتالي في الميدان، حكومات تتساقط، جمهورية رابعة، وكلما انتشرنا كلما اضطر في النهاية أن فرنسا أصبحت تريد أن تبحث لإنقاذ نفسها. صحيح. في الجزائر تنقذ نفسها لأنها فعلا اقتصاديا انهيار اقتصادي وانهيار دبلوماسي على مستوى الرأي العام الدولي وفي المنابر. هذا كله كان لازم أن دوغول يبحث للمفاوضات، ولكن بنية أنه ربما أن يحفظ ماء الوجه من خلال البساط. صحيح. فوجد أيضا يعني شراسة كبيرة لأبطال يعني هم في سن شباب. صحيح. جابه يعني خبراء سواء عسكريين أو سياسيين ودبلوماسيين واقتصاديين فوق البساط الأخضر، وكانت يعني قيادة سياسية والعمل العسكري مستمر في داخل الجزائر أكسبنا الكثير، حتى حلفاء فرنسا انقلبوا ضد، لأننا كنا نخاطب العالم على أساس قضيتنا قضية عادلة وبالمنطق. نعم. وهذا الشيء اللي تقدمنا، فكانت يعني الحلقة الأولى هو لقاء ميلا 25 إلى 29 جوان 1960. 60 بدأت المصرية. لا علنية، أول لقاء علني، ولكن كان بنية وبخلفية تاع دوغول، كان ينظر إلى مسألة داخلية كانت وقعت فأراد أن يعني يصطاد في الماء العاكر، ولكن هيهاتا فإن محمد صديق بن يحيى وأحمد بومجل لم ينجروا من وراء ذلك، وقالوا بما أنكم أغلقتوا علينا في هذا فهذا لا تعتبر إذن مفاوضات. مفاوضات ووقف. نعم. زيد التصعيد أكثر بالنسبة للمسألة. فالمؤامرة الثانية التي جاء بها دوغول هو أراد أن يصطاد مرة أخرى، فوقع فيما يخص الجزائر الجزائرية، مشروع شعار. الجزائر الجزائرية، هذا الشعار البراق ظاهريا ولكن مخادع ويؤدي إلى. نعم. وهكذا هي يعني عادة فرنسا المناورة أو الالتفاف حول الشعب الجزائري هو رد عليها وليس المفاوض. بالضبط. الشعب الجزائري هذه المرة يدخل بقوة بمظاهرة عارمة رافضة للمشروع ومتمسك بالجزائر مسلمة مستقلة حسب ما صرحت به أو شعار الجي بي ار والأفلان. هذه اللي خلتنا من بعد يبحث هو عن من يتوسط له للعودة إلى اللقاء من جديد. نعم. سنأتي إليها. نعم. سنأتي إلى يعني اتفاقيات إيفيان و المحاور الكبرى التي دار حولها النقاش، ويعني اشتد واحتدم النقاش حولها، والمفاوض الجزائري كما قلت تمسك بهذه المبادئ حتى يأخذ استقلال كامل وتام. بروفيسور إدريس عضية، مثل هذه المناسبات التاريخية ولكن نستحضرها الآن، وأيضا كيف يمكن أن نعني نبني الجزائر الآن من خلال استلهام من هؤلاء الشهداء، من هؤلاء الأبطال، حرصهم على البلد، حرصهم على الوحدة كما أشرت من قبل. التاريخ وكأنه يعيد نفسه ولكن بمقاربات أخرى بروفيسور. بالفعل التاريخ لا يعيد نفسه، إنما الأحداث فيه تتكرر وتتشابه. صحيح. وهذا صحيح بالنسبة للباحثين التاريخيين، يقرون دائما بتشابه هذه الأحداث، وبالتالي ما أشبه اليوم بالأمس، خاصة أن الجزائر في سنة 1962 لدي حضورها طموح قوي جدا بعد أن حققت انتصارات كثيرة. في الانتصار لم يكن فقط انتصار جزائري على فرنسا، وإنما انتصار جزائري باسم كل دول المعمورة وباسم كل الشعوب التي عانت من ظلام الاستعمار. ونعود إلى بيان أو نوفمبر ونقرأه قراءة سياسية، فهو أجمل ما كتب في الأدب السياسي الذي يراهن ويتحدث على تحرير
الشعوب وليس الشعب الجزائري وإنما كل الشعوب. سنة 1960 لوحدها فرنسا تخلت عن 15 مستعمرة من أجل أن تركز على الثورة الجزائرية. حتى أكاديميين ومفاهيمين لحد الآن نحن نتحدث عن ثورة كبرى وفرنسا تتحدث عن حرب، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث على التقابل بين هذه حتى هذه الظواهر أو هذه ربما المرحلة التاريخية حتى بخلال المفاهيم، لأن هناك اختلاف واختلاف بارز جدا، بل أن فرنسا ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما نادت طوالا ومطولا بأن الجزائر فرنسية، لكن بفعل التضحيات الجسام لأبناء الجزائر أصبحت الجزائر جزائرية. واليوم كما أشرت الجزائر أيضا في حاجة إلى تضحيات أبنائها من أجل أن تكون الجزائر كدولة قوية اقتصاديا، قوية عسكريا، قوية سياسيا، قوية دبلوماسيا، قوية إعلاميا، وبالتالي بحاجة إلى وطنية جديدة مثل تلك التي تمسك بها الجزائريين خلال فترة التحرير وفي مواكير الاستقلال، لنعود بروح وبنفس جديد بأجل بناء جزائر جديدة وبناء جزائر قوية بالفعل، وبالتالي استكمال المسار الذي بدأه الأباء المؤسسين للجزائر المعاصرة من الشهداء ومن أسلافهم المجاهدين، من أجل دائما استمرار هذا المجد واستمرار هذا التصور. وأعتقد الاعتزاز بالتاريخ والاعتزاز بهذه الانتصارات هي واجب على كل جزائري، سواء كإعلامي، سواء كباحث، كمثقف، كفرد من أفراد النخبة الجزائرية، كطالب جامعي، في أي مكان بإمكان الجزائر أن يعتز بهذا الإنجاز ويعتز بهذه الثورة المباركة، لأنه لا يوجد بلد في العالم لديه ثورة بمثل ثورتنا المظفرة. نعم، وهو كذلك أستاذنا. قبل أن نواصل النقاش أستسمحكما وأدعوكما وأدعو المشاهد الكريم لمتابعة هذه الشهادات الحية التي جمعتها لنا زميلة فلا مختاري كشهود على هذا النصر والانتصار من سويسرا، نتابعه بعد ذلك. نعم، دبلوماسيون، إعلاميون ورجال فكر سويسريون مشهورون عادوا في تقليد سنوي إلى الإذاعة والتلفزيون السويسري خلال بث متواصل على مدى أسبوع، تقديراً لدورهم البطولي إلى جانب أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة في مفاوضاتها مع المستعمر الفرنسي. شارلون غيفيرفو الصحفي الذي لعب الدور الأكبر في ربط أولى الاتصالات بين المستعمر والحكومة المؤقتة في سرية تامة. أوليفييه لون الدبلوماسي المحنك والفاعل ضمن سياسة الحياد النشط الذي تحرك عقب فشل لقاء مولان وكشف فضيحة التجسس الفرنسي على سويسرا لإجراء مفاوضات على أرض انحياد. نيل ساندرسون الإعلامي الذي طبع ونشر كتاب أنغي أليغ لا كيستيون الممنوع في فرنسا بسبب تعرضه لمسألة التعذيب. يحفظ التاريخ الالتزام السويسري بنصرة القضية الجزائرية من لقاءات سرية إلى محادثات غير رسمية بين لوسيرن ونوشاتيل، تم الاتفاق أخيرا على البدء رسميا بالمفاوضات. هنا أخلي ذات 20 مايو 1961 فندق البارك بإيفيون للانطلاق الرسمي للمفاوضات بين أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة والوفد الفرنسي. بوادافو وسينيال دو بوجي الحدوديتين على الجانب السويسري حيث كان يقيم أعضاء الوفد الجزائري المفاوض تحولتا إلى مسالك شبه مقطوعة من السلطات السويسرية ضمانا لأمنهم. تهديدات الأوآس بإفشال المفاوضات لم تؤثر على مجرى الأحداث والاتصالات السرية التي أجراها طيب بوالحروف مع أوليفييه لون، والتي مكنت من إجراء مفاوضات إيفيون الأولى وإيفيون الثانية العام 61 و 62. تولى السويسريون تنظيم جميع الهياكل، كانوا يحضرون الوفدين إلى طاولة المفاوضات ثم ينسحبون بتكتم فاسحين المجال لساعات طويلة من التفاوض. في نهاية كل جلسة كان يقترب أحد ممثلي الوفدين من السويسريين ليعبر عن مجرى الأحداث. كان لزاما على سويسرا التأكد من ضمان السرية والتنظيم المحكم خلال تنقل الوفد الجزائري فوق نهر الليمون من أحد المدن السويسرية إلى إيفيون بواسطة الهليكوبتر أو البواخر، رافضين التفاوض فوق التراب الفرنسي. على مدى أسبوع كامل تفاوضت الحكومة الجزائرية المؤقتة على جميع عناصر الجزائر السيادية.
حاولت فرنسا الاحتفاظ بالصحراء بكل الطرق قبل وخلال مفاوضات إيفيان، حتى أنها خصصت وزارة لذلك بقيادة ماكس لوجان، وللحظات الأخيرة حاولت الإبقاء على جزء من سيادتها على الصحراء والاعتراف باستقلال جزئي للجزائر. الدبلوماسية الجزائرية كانت ولا تزال جد فعالة. وقتها تمكنت المصالح الخارجية للحكومة المؤقتة من منع فصل الصحراء، ولكن المستعمر ارتكب جرما أكبر بالتجارب النووية المقامة على هذه المساحة الشاسعة من البلاد والتي ما زلنا نحصي ضحاياها إلى اليوم. هذه جرائم ضد الإنسانية في عين القانون الدولي الإنساني، وعلى فرنسا الاعتراف بجرائمها البشعة في حق الجزائريين. 18 مارس 1962، البطل كريم بالقاسم والوي جوكس يوقعان على اتفاقيات إيفيان والإعلان عن 19 مارس تاريخاً لوقف إطلاق النار. معرض للصور بحديقة الباستيون بجنيف وملتقيات فكرية أخرى طبعت الذكرى 60 ليوم النصر بسويسرا. رمزية الوثيقة إيفيان راسخة في الذاكرة الجماعية للشعبين الجزائري والسويسري. بعد 60 سنة من دخول سويسرا على خط أدق العمليات الثورية وأخطرها مناورة، ما زالت الوثيقة عماداً لدبلوماسية كلا البلدين من منظور إحلال السلام، وكذلك دليل وفاق على مزيد من الشراكات. من لوزان سويسرا، فيلا مختاري، التلفزيون الجزائري. إذن دكتور بن يوسف تلمساني، كان هذا ملخص فقط على تلك المفاوضات الطويلة وتلك المناورات من طرف المستعمر على عدة مستويات، يعني اختراق، جوسسة، محاولة الضغط على المفاوض الجزائري. قبل أن نأتي إلى أهم المحاور التي كانت محل نقاش، حتى نقف على هذا التمسك وهذا الصمود من طرف المفاوضين الجزائريين وخاصة المحافظة على المبادئ الكبرى، من أين أتت العبقرية لهؤلاء أستاذ؟ عندما نتابع يعني يفاوضون أناس لهم دبلوماسية كبار في السن، ويعني في المقابل الجزائري يعني الشهيد كريم بالقاسم وغيره كلهم يعني شباب، من أين جاءت هذه الحنكة، هذا الوعي الذي كان في ذلك الزمن عند هؤلاء أستاذ؟ أولا هؤلاء خرجوا من رحم هذا الشعب. بالضبط. كانوا يعيشون في وسط هذا الشعب. لا تنسى أنهم استلهموا الكثير من الحركة الوطنية. كلهم كانوا في الحركة الوطنية، ينتمون إلى الحزب الاستقلال بالمفهوم، يعني أنه اللي رفع الراية اللي هو نجب شمال إفريقيا، اللي هو حزب الشعب، اللي هو الـ MTLD، واللي هو أيضاً لابد من التحول اللي عرفوا من بعد ما جازر 8 ماي. هؤلاء كما يقول بوضياف، كلنا ننتمي إلى جيل ما بعد مجازر 8 ماي. معناه كلهم تأثروا بتلك المجازر وأصبحوا ينتمون ويقرون بأن العمل المسلح هو الحل، المنظمة الخاصة. ثم المنظمة الخاصة رغم أنها حلت، تواصلت فيما يعرف بالمجموعة 22، مجموعة 6، وكان الاندلاع، خاصة أنهم كلهم مرتبطين بخارطة الطريق ما ورد في بيان أول نوفمبر. هؤلاء ما تنساش كانوا في الجامعات، درسوا في جامعة الجزائر، ومنهم من أيضا كان في جامعات في فرنسا، معناها يحملون رصيد من المعرفة. خد واحد من المؤسسين تاع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، محمد الصديق بن يحيى، هذا واحد من المفاوضين، خذ رضا مالك وغيرهم. هؤلاء معناها يعني خرجوا من رحم هذا الشعب وهذه الحركة الوطنية والتطور اللي عرفته الثورة. إذا فيما بعد منهم من كان يعني في قيادة الجي بي ار، يعني ينتمون كوزراء. إذن هؤلاء رغم سنهم، رغم ما عندهمش تجربة، ولكن قدروا يتكونوا من الأحداث الجارية وكانوا قريبين، وقدروا يعني يقدموا ويحافظوا على الوديعة والأمانة، لأن اللي راهم شهداء واللي راهم في الجبال هي أمانة أيضا
فيأخذونها ويدافع عنها مثل ما هو يدافع البندقي اللي حامل البندقية. فكان هذا التكامل الكامل، وكانت النتيجة أن العبقرية هي أنا كنت نسمع البعض من المفاوضين الفرنسيين هم لا يحملون يعني مبدأ عزيمة ومبدأ، هم عارفين أن لهم يسيرون يدافعون قضية فاشلة نعم، يدافعون عن قضية غير مقتنعين غير عادلة، ويعرفون الحقيقة تلك ويعرفون بأن العالم تغير. فالنتيجة كانت كما يقولوا عدالة قضيتنا كانت هي التي انتصرت في النهاية. نعم دكتور، في هذا المنحة جدد رئيس الجمهورية من خلال رسالته على تأكيده على استكمال المسعى وإصرار على حقنا في استرجاع الأرشيف، وأيضا ضرورة معرفة مصير المفقودين. هذا الملف الذي يعني أعيد إليه قيمته وأهميته منذ سنتين، ونتذكر استرجاع بعض رفات وجماجم بعض المقاومين الذين ضحوا من أجل هذا البلد، وضرورة أيضا السعي لاسترجاع ربما الأرشيف كله. نعم. وأيضا يعني ما تحتفظ به فرنسا وهو حقنا. هذا الملف يعني وزنه الآن بروفيسور فيما يتعلق ب يعني حفظ ذاكرة الأمة وأيضا بعدها الحضاري بروفيسور. بالفعل، وهنا نعود إلى كلمة رئيس الجمهورية البارحة، لأن أول مرة رئيس الجمهورية يتحدث ربما بهذه المنطلقات. نعم. وربما يؤكد في كلمته على أن هناك تحول في العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة في المسائل التاريخية، على أساس أن ملف الذاكرة ظلت ملف تتماطل به فرنسا، تتعامل الجزائر بمنطق الجوكر كل مرة أنها تحاول تلطيف الأجواء بطريقة أو بطريقة أخرى. اليوم صانع قرار في الجزائر حدد آخر الطريق واضحة من أجل ضبط هذا الملف ووضعه في إطاره السليم، بل أنه رئيس الجمهورية أكد في كلمته على الأقل على ثلاث مستويات. أو شيء، مستوى الاعتراف بهذه الجرائم وتدوينها من خلال تسليم الأرشيف. المسألة الثانية هي الاعتذار من الأمة الجزائرية جراء هذه الحرب التي وهذا الاستعمار الذي دام 132 سنة. والمستوى الثالث وهو أول مرة يتحدث به رئيس الجمهورية المتعلق بجبر الأضرار من خلال فتح ملف التعويضات جراء التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في منطقة ريغان في جنوب الجزائر. وبالتالي هو تأكيد على هذه الثلاث مراحل أساسية، فالأمر لم يتعلق فقط بمجرد اعتراف أو بمجرد الاعتذار، وهذا ما تتخوف منه فرنسا لأنها ظلت تاريخيا تحاول أن تتباطر في ملف ذاكرة لسببين. أول شيء الخوف من انتقال العدوى إلى دول أفريقية أخرى، لأن جرائم فرنسا أيضا هي جرائم قارية وجرائم دولية ضد الإنسانية وضد الوجود البشري في حد ذاته. المستوى الثاني هو التخيف من التعويضات الاقتصادية بحد ذاتها، لأن الإشعاعات النووية في منطقة ريغان تدوم إلى أكثر من 25,000 سنة، وبالتالي هذا رقم كبير وكبير جدا، وبالتالي مسافة زمنية كبيرة ينبغي لفرنسا أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار. وأعتقد أن ضحايا ريغان هم كحقيقة عينية موجودين اليوم. الأثار التي مست الحجر ومست كل الكائنات الحية والنباتات وغيرها هي أيضا حقيقة بيولوجية، وبالتالي ينبغي العودة دائما إلى التاريخ كونه الموصف الحقيقي لهذه الواقع. وبالتالي الخطاب الجزائري قد يشهد حتى في الأيام القادمة نوع ربما من المطالبة وتصاعد هذا المرحى الخطابي من أجل مطالبة فرنسا بجدية إذا أرادت حقيقة أن تطوي ملف الذاكرة، لأن في التصور الجزائري طيب ملف الذاكرة يكون من خلال هذه اللقاء الثلاث، لكن للأسف اللوبي الفرنسي واللوبي الكولونيالي داخل فرنسا يسعى لتمزيق هذا الملف والزج به ربما في أحد الأركان أو أحد الزوايا بعيدة كل بعد على حقيقة هذا الملف التاريخي وعلى الأثار الدامغة التي تركتها فرنسا في الجزائر، لأنها قتلت خلال 7 سنوات ونصف أزيد من مليون ونصف مليون قتيل، وقتلت على بري 130 سنة ما يقارب 6 ملايين جزائري، وبالتالي هي جرائم إبادة ينبغي لفرنسا أن تتحمل مسؤوليتها.
نعم، وأيضا فيه إصرار في الرسالة على أن هذه المسائل لن تسقط بالتقادم. تفضل أستاذ. حقيقة في خطاب السيد الرئيس كانت وضوح تام بأن أبقات على نفس النبرة حدة منذ 6 أشهر. نعم صحيح. فهي الآن في كل محطة تاريخية إلا ويستذكر الآن هذا الملف، ملف الذاكرة، يتكلم أن على أساس أننا لن نتناسى ولن يطاله النسيان، أساسا معناه يبقى حاضرا فوق الطاولة وطاولة مفاوضات في كل المسائل. صحيح. سيكون هذا الملف حاضرا. نعم. ثانيا وبهدوء تام يريد معالجة نزيهة لهذا الملف بمسؤولية، وبمسؤولية يعني نزيهة وبمسؤولية ومنصفة للشعب، ومنصفة للشعب الجزائري. نقطة هذه أساسية وموجه إلينا كلنا كنخبة وكباحثين، أننا لا يمكن أن نتنازل، أو لابد أن نأخذ الملف بإصرار وبدون هوادة، على لا نغفل على الموضوع، ولن نغفل يعني ما هيش مناسبة بالضبط، يعني ليس مسألة مناسبة، الاشتغال على الموضوع، الاشتغال يعني على الموضوع سواء في جمع وكتاب تدوين تاريخنا، معالجة أكاديمية، ونفس الوقت هي العمل على الاستمرار على التبليغ في نفس الوقت. في آن واحد لابد أن نبقى نبلغ الأجيال والناشئة حتى يكون عندهم اعتزاز وارتباط أكثر، يكونون فخورين بالتضحيات المقدمة التي نعيش ثمرتها، نحن نعيشها الآن في كنف الحرية. وكلما كنا نعتز بتاريخنا وبما قدمه شهدانا معناها نكون أوفياء، وإذا كنا أوفياء سنزداد عزيمة وإصرار وقوة على النهوض ببلدنا كما هما دافعوا عليه. معنا احنا رسالتنا اليوم هي التنمية على جميع الأصعدة من أجل أن نفاوض على مكانة تستحقها الجزائر والشعب الجزائري. نعم، جميل جدا هذه المعاني، و مهدت لي الطريق لأسأل البروفيسور إدريس عطية عن مسألة مهمة أيضا جاءت في رسالة رئيس الجمهورية، وهي معاني كبرى لابد على الجزائر أن يؤمن بها وأن يفعلها وأن يتمثلها في حياته اليومية، عندما قال تقوم الدولة الوطنية المستقلة الآن بتفعيل قيمة الجهد والعمل في ظل السياق العالمي الذي تشهده التقلبات الدولية. وكأنه يعني رئيس الجمهورية يحي إلى أنه كما قلنا جيل ضحى واستشهد من أمثل هذا البلد، وجاء الجيل الذي يبني ويحافظ على هذه الأمانة. تحدث عن مسألة الرجوع وتفعيل إلى تفعيل قيمة العمل والجهد والبناء بروفيسور. بالفعل، بل ذهب حتى إلى قيمة التضحية في حد ذاتها من أجل الوطن، لأن هذه الرمزيات التاريخية وهذه الحقائق الدامغة في تاريخ الأمة الجزائرية يؤكد على أن الإنسان الجزائري عبر كامل المحطات التاريخية هو إنسان يضحي من أجل وطنه، من أجل أن يبقى رأسه مرفوع، من أجل سيادته، من أجل كرامته، من أجل هيبة دولته. وبالتالي اليوم نحن في حاجة إلى وقفة مع الذات، لأن في إطار الاحتفائية بستينية الاستقلال وستينية النصر في حد ذاتها، أن نقيم الأشواط التي قطعتها الجزائر، وأن نصب وأن نجتهد بكل قوة من أجل إطلاق مشاريع قوية لصالح الجزائر، سواء في الاقتصاد، في السياسة، في الدبلوماسية، في كل المجالات وفي كل المناحي. نعم نحن نتعرض لضغوطات، نعم هناك الكثير من محاولات ابتزازنا وتأثير على توجهاتنا العامة، ومحاولة زعزعة رأينا والرأي العام الجزائري، ومحاولة اختراق هذا المجتمع، ومحاولة إقامة كثير من الشروخات بين الشعب وجيشه، أو تكسير رابطة جيش أمة، أو بين الشعب ومؤسساته الوطنية ومؤسساته الدستورية بشكل كامل. وبالتالي العودة إلى جادة الصواب للوقوف مع الذات لتقييم هذه الأشواط، وربما حتى لتسجيل ربما بعض الإخفاقات وبعض النتائج التي كانت سلبية، مع أيضا التدوين بقوة
النجاحات التي قامت بها الجزائر والتي أكدت عليها الجزائر مستقلة في ستينيات العقد الماضي والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وأيضا الألفينيات وما نعيشه، لأنه للأسف الجزائر منذ الاستقلال وهي عانت بالكثير من التضمبات وتعاني بالكثير من التجاذبات، وعلى رأسها ما حدث خلال العشرية السوداء، لأن الأطراف الأخرى أرادت غسل هي برثها داخل الجزائر والتأثير على النسيج الاجتماعي في الجزائر. وللأسف منذ 2019 إلى اليوم الجزائر تتعرض إلى هجمات تزداد يوما بعد يوم من حيث الكم وحيث النوع. هذه الهجمات السبرانية والهجمات الإعلامية المعادية لتوجهات الجزائر حقية من أجل بناء جزائر ممكنة ومقبولة، الجزائر التي حلم بها الشهداء، وبالتالي نحن ندفع دائما ثمن كبير في سبيل تحقيق سيادتنا بشتى جوانبها، وخاصة عندما نريد أن نتحدث عن السيادة، السيادة بمفهومها الموسع، سواء سيادة هذه الرقعة الجغرافية وسيادة هذه السلطات أو سيادتنا الاقتصادية أو سيادتنا الإعلامية. واليوم أيضا نحن نصب نحو سيادتنا الغذائية في ظل ما يشهده العالم من تحولات جراء هذا النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي الحديث على الكثير من المفاد، سواء نتحدث على أمن الطاقة، نتحدث على الأمن الغذائي، نتحدث على كثير من الجوانب، خاصة في ظل تكيف منظومتنا الوطنية في على العديد من ربما التهديدات الأمنية ومحاولة تحقيق الأمن بمفهومه الشامل في إطاره الثقافي، في إطاره اللغوي، في إطاره الفكري، في إطاره المجتمعي، للتأكيد دائما على أن الجزائر دائما هي تلك الصخرة الكبيرة التي تتحطم عليها أحلام وطموحات هؤلاء الأعداء، للأسف لأنهم لا يضرون بارتياح لأي نجاح جزائري. بالضبط بروفيسور، وضرورة الاشتغال على يعني صنع القوة الداخلية وتأمينها حتى كما قلت نصد أي ربما اعتداء أو تفكير في ربما ضرب هذا البلد في مؤسساته. الأستاذ تلمساني، لو نعود إلى المفاوضات وحتى نبرز قيمة هذا الحدث وقيمة هذه الذكرى 19 من مارس، ما هي أهم الملفات التي كان يعني يفاوض عليها المستعمر الفرنسي ولم يتنازل عليها يعني المفاوض الجزائري وحقق فيها الانتصار؟ لأنه ربما تلك الملفات قد تتكرر عبر الزمان ولكن بأشكال وصور أخرى سنأتي لنشير إليها مع البروفيسور إدريس عطيه. حقيقة بالنسبة للملفات كانت متعددة، ولكن بالأساس كانت ملف الصحراء، ملف التقسيم، ملف الصحراء هو بالأساس كان يهدف إلى ورائه. معنى الفرنسيون كان يريدون إبقاء البينوا، الأقدام السوداء، الأقدام السوداء هنا كجزء من هذه الأرض وليس الشعب، لأنهم دائما يحافظوا على خصوصيتهم، وبالتالي يريدون البقاء وهم موجودين في الجزء الشمالي. ولكن فرنسا تريد أن تبقى الصحراء يعني مرتبطة بفرنسا الأم. نعم، يبقى معنا أستاذ فقط يتصل يلتحق بنا الآن الزميل مختار مذكور، آسف سأعود إليك، من غليزان التي تشهد الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة. تفضل مختار. عبد الغني مساءك سعيد، مساء النصر لك ولمشاهدينا الكرام في عيد النصر الذي تحتفل به الجزائر، والاحتفالات الرسمية ها هنا من ولاية غليزان أين تتواصل منذ صبيحة هذا اليوم بإشراف من وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيدر بيغا، إضافة إلى السلطات المحلية والعسكرية والأسرة الثورية التي كانت على قلب رجل واحد لإحياء هذا اليوم الأغر. بطبيعة الحال الاحتفائية كانت متنوعة، تنوع الشعب الجزائري وعراقته منذ صبيحة اليوم بالوقوف بدائرة ودره بمقبرة الشهداء 1011 شهيدا بمقبرة شهدائنا، تم رفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الطاهرة، بالإضافة إلى تدشينات بالجملة لمشاريع بالجملة حزمة مشاريع تنموية تخص قطاعات الشباب والرياضة، تخص الصحة، بالإضافة إلى السكن أين نحن الآن متواجدون، أين سيتم هنا من قاعة الخاصة بتوزيع 1050 وحدة سكن
مكانية عمومية إيجالية في سابقة بولاية غليزان، أين ستشهد أكبر عملية توزيع للسكنات بهذه الصيغة، بالإضافة إلى توزيع عدد من الإعانة الريفية لفائدة مستحقيها. على كل الاحتفائية متواصلة بتنظيم ندوة تاريخية موسومة بعيد النصر، الرهانات والدلالات والاحتفالات متواصلة على غرار كافة ولاية الوطن. هذا كل ما لدينا عبد الغني، العودة إليك. شكرا لك مختار مذكور، كنت معنا مباشرة من ولاية غليزان التي شهدت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة، مناسبة 19، مناسبة وقف إطلاق النار. آسف أستاذ، كنت تكلم عن المسألة المهمة وقضية يعني التمسك بالتراب الوطني ككل. نعم، هي مناورات كبيرة من أجل إبقاء الصحراء، تتبع رأسا فرنسا، وتم تعيين ماكس لوجان وزيرا للصحراء، يعني أصبحت ملحقة مباشرة بفرنسا، وكانوا مهدوا لهذه الأمور منذ 57، منذ 1957 إعادة تقسيم. يعني أصبحنا هناك ولاية الواحات، ولاية الثورة مع كولومب بشار، تعيين هذا الوزير، تمهيد للعمليات، لأنها باشروا عملية بالنسبة للأسلحة، العمليات التجارب النووية كانت بدأت الإعداد لها، وكذلك بالنسبة للبيدو، بالنسبة للواد الناموس، كذلك الصواريخ، يعني التجارب الصاروخية والكيميائية. إذن هم يحضرون أنفسهم فوق أرضنا لمنافسات والدخول نادي النووي، نادي الأقوياء في العالم. ولهذا كانوا يريدون أن يبقوا هذه المنطقة تحت يدهم وللأبد. ولكن أيضا الأمور هذه ثورتنا كانت وقيادتنا أيضا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل وتجري، وأيضا أخذت كل الاحتياطات من أجل توعية ساكنة الصحراء وشيوخ الصحراء، وأيضا خوض معركة شرسة دبلوماسية، إصدار وثائق تبين وتدحض كل الحجج التي يعني تختفي من وراءها فرنسا، لأن مسألة تتعلق بأننا كنا قطعة واحدة، وكانت مقاومة أيضا واحدة ومستمدة ومتنامية. فبوشوشة الذي يناصر ويحارب في الجزء الشمالي هو في عين صالح، وهكذا. ولابد أن نقول بأن شعبنا كان جد واعي، وكانت الضربة أيضا من الشعب ومن زعماء المحليين في الصحراء الذين رفضوا مثل هذه، وقالوا لا يمكن لنا إلا أن نكون جزائريين. صحيح. من أقصانا إلى أقصانا. ولمن يريد أن يقف عن هذا المعنى الكبير، هو بعض الدول التي لم تأخذ استقلالها الكامل، وإلى غاية الآن لا زال يعني بعض يعني المقاطعات تابعة للمستعمر. نعم، في كلمة، لأن جيراننا، لأننا دو غول حتى يثني ذراع ثورتنا، وهو إعلام بأن الصحراء هي عبارة عن بحر داخلي، وكل الجيران لهم مياه إقليمية فيها. وهذا الأشياء جابهته الجزائر بتواجدها بقوة على الأرض وبالدبلوماسية النشطة، خلت لنا مديب كايتا يتراجع، رئيس مالي، ويعلن بأن التراب هي جزء من التراب الجزائري. وقامت الشعب المالي، وهو كما يقولون نحتفظ له بالمواقف هذه، أنه تكلمنا على الإسكان. سيد الفاضل، الحديث يقودنا حتما إلى تنوع فئة السكنات لرأي تمس تقريبا كل شرائح المجتمع، هذا ابتداء من السكن الإيجاري الاجتماعي، سكنات عادل، الترقوي المدعم، وأيضا الترقوي الحر. لكن طبيعة المنطقة وخصوصيتها تفرض علينا الحديث عن البناء الريفي ولا دعم البناء الريفي. أكيد أن المنطقة ذات طابع فلاحي وذات طابع ريفي، والسكنة نتاعها تتميز بهذه الخصوصية، إذن يحبذوا كثير ويميلوا كثير إلى صيغة السكن الريفي. لكن هذا لا يمنع من وجود المجهود في الصيغ الأخرى، والدليل على ذلك هذه الحصة اللي توزعت اليوم بمناسبة عيد النصر، فيها ما هو ألفي، فيها ما هو ألبيال، فيها ما هو ألبيا،
فيها ما هو بناء ريفي وفيها ما هو بناء هش كذلك. إذن كل الصيغ هي موجودة هنا. نعم، هذا من جهة. من جهة أخرى ما يطرحش مشكل غياب الأوعية العقارية في سبيل تلبية كل رغبات طالبية السكن، خاصة أنه هذه النسبة ترتفع عاما بعد آخر. أكيد أكيد، من بين المعوقات هو وجود الوعاء العقاري، لأن ولاية الطارف كما لا يخفى على الجميع فيها 62% من المساحة الإجمالية نتاعها كلها غابات. إذن 62% من المساحة الإجمالية كلها غابات، وما تبقى فهي أراضي فلاحية. إذن هناك، ولكن هذا ما يمنعش أننا دائما ندير المجهود اللي لازم يندار من أجل تلبية حاجية السكنة. نعم، هذا من جهة. تقريبا هو هذا ما بحوزتنا بخصوص ملف السكن، خاصة أنه ربما ولاية الطارف بهذا الرقم، رقم 3300 أو أزيد بذلك بقليل، هو تعداد المفاتيح المسلمة في هذا اليوم المبارك عيد النصر 19 مارس هنا على مستوى ولاية الطارف بمختلف بلديتها ودوائرها. تقريبا هذا هو الملف. الحديث عن التنمية سيد الفاضل يطول ويتشعب في أكثر من شق. ماذا لو تركتم لكم حرية التصرف وبلغة الأرقام وأيضا بلغة الأمل، خاصة أن ولاية الطارف تمتلك عديد المقومات لتجعلها أن تكون رائدة، خاصة كمنطقة استراتيجية، خاصة على أنها حدودية وسياحية كما تفضلتم في بداية الحديث، وغيرها من الإمكانيات. الطارف حققت قفزة نوعية في سبيل البنية التحتية. شكرا. الحديث عن السكن والاستجابة إلى طلبات وضروريات الساكنة لا ينحصر في السكن وحده، هناك كذلك ملف الربط بالطاقة الكهربائية وكذلك الربط بالغاز الطبيعي. نعطي برك خلال هذه الفترة وإلى هذا التاريخ اللي هو تاريخ عيد النصر أنه ما يزيد عن 14,898 عائلة اللي استفادت من غاز المدينة. أضف إلى ذلك هناك ما يزيد عن 3,992 عائلة اللي استفادت من الكهرباء. الحديث لا ينتهي عند السكن وعند التزود بالكهرباء والغاز، هناك كذلك الحياة تتطلب كذلك التزويد بالماء الصالح للشرب. إذن في هذا المجال أذكر أن الولاية تحوز على نسبة الربط بالماء الصالح للشرب بما ما يمثل نسبة 97%. وخليني نذكر بعض الأرقام اللي تجسد هذا المجهود وفي هذا المجال بالذات. نذكر 4,950 عائلة موزعين حسب أو حول 58 مجمع سكني في المناطق النائية وكذلك المناطق المعزولة. تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر 10 بلديات من مجموع 24 بلدية اللي تشكل إقليم الولاية. لدينا كذلك إنجاز 16 بئر فراج اللي حققتنا ما مقداره 255 لتر في الثانية. لدينا كذلك في هذه الفترة الوجيزة إنجاز 43 خزان بسعة 21,000 متر مكعب، وكذلك 12 محطة ضخ. هذه كلها إنجازات. ودعني أضيف أنه في سنة 2019 وما قبل سنة 2019 كنا نتكلم على تزويد بلدية الولاية من 1/15/20، وفي حتى فيها أقل وفيه أكثر. اليوم بعد المجهود اللي ندار الوضعية تغيرت وصبحت عندنا 14 بلدية اللي تزود يوميا، 5 بلديات تزود
يوم على اثنين وخمس بلديات تزود واحد على ثلاثة فما أكثر. دعني كذلك أضيف أنه منا إلى مع نهاية الشهر، مع نهاية الشهر الفضيل والله حتى الخمسة جويلية ستكون 19 بلدية اللي تدخل في اليومي، ونقضي تماما على الفئة اللي كانت تتزود على واحد على ثلاثة إن شاء الله. وهو كذلك سيدي الفاضل السيد بن عرعار والي ولاية الطرف، فعلا أرقام مشجعة، رؤية مستقبلية ثاقبة لولاية واعدة. هذا هو المختصر المفيد والمشهد كاملا مكتملا. هنا الطرف، تحياتي. نعم، وهكذا هي الجزائر كما نقول دائما، جيل ضحى وجيل يجتهد ويبني الآن. بروفيسور إدريس عطية، فيما تبقى من وقت البرنامج، هذه الدبلوماسية التي كان يشير إليها الدكتور تلمساني بنيت لبنة إلى غاية الدبلوماسية الجزائرية الآن، أيضا تشتغل على عدة ملفات، دبلوماسية وازنة تقف على مسافة واحدة من الجميع، لها مصداقية عند الجميع. نتكلم عن هذا البعد المستمد من هذا التاريخ التالي. بالفعل الثورة التحريرية المظفرة هي عنوان لطائر يحمل جناحين. الجناح الأول هو جناح دفاعي من خلال جهود جيش التحرير الوطني ومن بعده جهود الجيش الوطني الشعبي، وأيضا الجناح الثاني هو جناح دبلوماسي من خلال جهود الدبلوماسية الجزائرية أنذاك، وهذا ما سطره بيان أول نوفمبر، ومن خلال جهود الدبلوماسية الجزائرية في إطار الجزائر المستقلة. وبالتالي أنه اليوم في إطار هذه السانحة ينبغي أن نعود بقوة لاستغلال ولتوظيف هذه المادة التاريخية من خلال استخدام كافة التقنيات بما فيها تقنيات التواصل الحديثة، والاعتماد حتى على أجهزة الذكاء الاصطناعي وخوارزمياتها المختلفة من خلال الكشف وتطبيق تقنية محاكاة على هذه المادة التاريخية، ولتعريف أبنائنا والأجيال الصاعدة بقيمة الثورة الجزائرية وبقيمة التاريخ الذي صنعه الأباء والأجداد، وبالكيفية السليمة التي يمكن أن نوظف بها التاريخ من أجل الوصول بالجزائر إلى جزائر قوية. أعتقد أن رئيس الجمهورية في كلمة البارحة عندما يتحدث بالقول على أن الجزائر كدولة صاعدة، هذا الصعود يحتاج أيضا منا جميعا أن نقف وقفة من أجل تقييم هذه الأشواط التي قطعناها، ونستشرف مستقبلنا بكل ثقة وبكل تأني ووازنة إن شاء الله. بكل ثقة نساعد جميعا في بناء هذا البلد الطيب المبارك. بروفيسور إدريس عطية المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على ما ساهمت به معنا في عدد اليوم. والدكتور بن يوسف تلمساني أيضا أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة بوليدة إثنان، شكرا جزيلا لك دكتور. نلتقي إن شاء الله في مناسبات أخرى احتفاء بهذا التاريخ العظيم لهذا البلد الطيب المبارك. مشاهدي الكرام، الظاهرة مستمرة معكم بعد موجز لأهم الأنباء، فابقوا معنا. موعد إخباري جديد، أهلا بكم. سجلت صباح اليوم على الساعة 10:59 هزة أرضية قوية بشدة 5.5 على سلم ريشتر بولاية بجاية، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. مركز الهزة حدد على بعد 28 كيلومترا شمال شرق رأس كربون، وشعر بها إلى جانب سكان بجاية، سكان جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البوير، تيزي وزو، بومرداس والعاصمة. مصالح الحماية المدنية وفي معاينة أولية سجلت إصابة طالبتين بجروح إثر سقوطهما بالإقامة الجامعية بترقى أزمور، في حين أصيبت امرأة بصدمة بمنطقة تاساست ببلدية بجاية، كما سجلت تشققات على مستوى جدران بعض البنايات. الهزة الأرضية خلفت أيضا حالة من الذعر والخوف عند العديد من المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية. لا سكوسي لا فريمون ترومبلي الحالة، نطلب ربي سبحانه ان شاء الله غير ستار وديلت في الزينه. لا نو نو بو لاستو ميم لا فامي اون ابلي ان بو بارتو يا با يو ديغا، وان شاء الله الناس قاعد يستر ربي. كيفاش خرجتوا من الدار؟ كنا نشفوا
كنا نسيقو غير كي كان ولا حتى انا نتصبح ولا قلبي معصور كل كلا فيريتي وحسا كي وصلت الكوزينة كان ربي العزيز دار شغل امي فريمون خير من ديك كثر من ديك 18 مارس تاع العام اللي فات كل كلا فيريتي دعينا ربي نعيط لربي العزيز ربي حتى الرحمة شوفنا الملائكة هذاك ربي العزيز ربي العزيز ربي العزيز حطوا معنا حط لبسنا والله ما على بالنا كيما خرجنا باسكو لي زيكزام كنا نحفظو في الدقيقة شفنا الحالة تحرك ومن بعد دقيقة وطيح الكواريوم كانت كبيرة من بعد طاحت هذه دقيقة فقنا رحنا باش نهربو تنوضو نطيحو تنوضو طيح تنوضو طيح من الخلعة دخلت تحت المطرح ما حتى حبس باش خرجنا ما على باش كيفاش حتى خرج في الدروج قاعدين نهبطوا دركا في الحمام مع ما كاع الناس هبطوا قاعدين في الوصبة متخبيين. هذا وأكد والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير للتكفل بالمتضررين وتشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية لمتابعة الوضع. يعني الحمد لله يعني ما كانش هناك خسائر بشرية سوى مادية بعض تشققات في العمارات وبعض الهياكل هياكل مؤسسة الدولة كذلك نزافون كيلكو بليسي اكوز دو لا بانيك مباشرة بعد ذلك قمنا بتنصيب خلية أزمة التي نتواجد فيها أين كل ممثلي الهياكل تاع الدولة متواجدون هنا على مستوى هذه الخلية احنا نتابع يعني دقيقة بدقيقة نتابع يعني مجريات الأحداث التي جرت على مستوى ولاية بجاية. وفي وقت سابق قدم العقيد فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية قدم آخر المعطيات حول مخلفات الهزة الأرضية مؤكدا أن مصالح الحماية المدنية سارعت إلى رأس كربون للتكفل بالضحايا. أكيد حيث على إثر الهزة الأرضية المسجلة صباح اليوم على الساعة 10:50 دقيقة في ولاية بجاية تم وضع كل وحدات ولاية الجاية ووحدات شرق جيجل وغرب تيزي وزو التي قامت بعملية تعرف واستطلاع حيث لم يسجل لحد الساعة لا خسائر بشرية أو مادية بعد بعض حالات الفزع التي يتم التعامل معها من طرف مصالحنا حيث أيضا في هذا السياق تم تقديم إسعافات لطالبين بسبب جروح إثر سقوطهما وامرأة مصابة بصدمة وأيضا سجلنا بعض التشققات التي لحد الآن يتم تعيينها. للذكر فقط فإن هذا تم شعور بها سكان كل من ولاية الصيف برج مواريرة جبويرة تيزي وزو بومرداس كما قامت المديرية العامة المدنية بوضع في حال تأهب كل إمكانيات الدعم تابعة للوحدة الوطنية تدريب وتدخل وأيضا فرق التدخل والدعم الأولي لكل من ولاية الصيف برج مواريرة جبويرة نسيلة ميلا تيزي وزو وبومرداس وأيضا إمكانيات إضافية من ولاية الجزائر. كل الإجراءات تتخذ حاليا من أجل رفع يعني درجات التأهب لكل وحدتنا وأيضا المساهمة الفعالة من طرف مصالحنا في عملية التحسيس والتوعية المواطنين على مستوى خاص من ولاية الجاية ودجل من أجل تحسيسهم في ضرورة ما هي إجراءات الضرورية التي لابد اتباعها حتى يحموا أنفسهم وحتى يتعاملوا مع هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة طبيعية تمس كل شمال الوطن لابد اعتبار الحيطة والحذر وأيضا معرفة ما يجب فعله في مثل هذه الحالات. هذا ووضعت المديرية العامة للحماية المدنية كل وسائل وإمكانيات التدخل التابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء في حالة التأهب تحسبا لحدوث أي طارئ بعد تسجيل الهزة الأرضية. نحن في جاهزية تبعا للتعليمات الواردة من المدير سيد المدير العام للحماية المدنية وكلنا جاهزية في مثل هذه الحالات مثل الزلازل وغيرها من الحوادث الكبرى. ولمزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت هناك خسائر مادية نربط الاتصال برئيس المدير العام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بومدية نقاسي. أهلا بك سيدي. إذن ما هو حجم الخسائر وما هي الوسائل المسخرة من طرف الهيئة؟ شكرا سيدي. بعد وقوع زلزال الذي ضرب صباح اليوم مدينة بجاية الذي كان مقر الهزة في البحر على مسافة 120 كيلومتر بقوة 5.5
درجة على سلم ريختر. قامت هيئة المراقبة التقنية للبناء بتجنيد وإرسال فرق من مهندسين سي تي سي وعددهم يتراوح 20 مهندس بقيام بالمعاينة الأولية على مستوى مدينة بجاية وكذلك مدينة أميزون. والحصيلة الأولية التي هي على مستوى هيئة المراقبة التقنية للبناء نلاحظ منها أنها التتبعات موضوع آخر. تحيي الجزائر اليوم الذكرى 60 لعيد النصر الموافق للتاسع عشر مارس من كل سنة، ذكرى تخلد لبطولات جزائرية وجزائريين لم يستكينوا يوما للغزاة، دونوا ببسالتهم سجلا تاريخيا حافلا بالانتفاضات، أفضى إلى نضج سياسي ووعي وطني وحكمة دبلوماسية أجبرت المستعمر على الجلوس ندا لند مع قادة الثورة التحريرية المجيدة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبالمناسبة بعث برسالة استذكر من خلالها تضحيات الشعب الجزائري وقوافل الشهداء الأبرار. السيد الرئيس أكد أن جرائم الاستعمار البشعة لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم، مشددا على المعالجة المسؤولة والمنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ. السيد الرئيس أبرز أن للجزائر أساسا صلبا تقوم عليها اليوم الدولة الوطنية المستقلة التي صمدت وانتصرت بمرجعية نوفمبر أمام الهزات والمحن، وهي اليوم مدركة للتحولات العميقة على الصعيد الإقليمي والدولي وتتجه في كنف الأمن للعمل على تهيئة الأسباب التي تحفظ للجزائر مكانتها وموقعها في سياق عالمي. من غليزان أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد أربيقة على مراسم الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى 60 لعيد النصر، حيث تم رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة، إلى جانب تنظيم ندوة تاريخية حول الذكرى وتدشين عدد من المرافق وكذا توزيع سكنات جديدة بمختلف الصيغ. في غمرة الاحتفالات بعيد النصر وضمن عملية واسعة لتوزيع السكنات، أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي على عملية إطلاق توزيع أزيد من 32 ألف وحدة سكنية من مختلف الصياغ عبر الوطن، وهذا بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة إلى جانب والي العاصمة ومدير وكالة عدل. وفي هذا الإطار تم تسليم قرابة 7000 وحدة سكنية بالعاصمة بكل من سيدي عبد الله وفايزي وابو اسماعيل وبعنان ورغاية وسحاولة وولاد فايت. بالعريبي أعلن بالمناسبة عن إطلاق عملية تسليم شهادات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية لوكالة عدل لفائدة 140 ألف مكتتب في صيغة عدل 2 عبر الوطن، منهم 10,000 مكتتب بالعاصمة. هذا ويعود التلفزيون الجزائري اليوم إلى اتفاقية إيفيان، هذه المحطة الهامة في مسار كفاح الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي عبر حصة خاصة تحمل شهادات وحقائق تاريخية. الحصة بعنوان إيفيان شاهد على النصر من إعداد وتقديم الزميلة في المختاري تأتيكم اليوم ابتداء من الساعة 6:56 مساء على القناة الإخبارية. أحياء للذكرى دائما شكل موضوع الدبلوماسية الجزائرية وتكريس مبدأ الحق في تقرير المصير محور ندوة علمية بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة تخللتها مداخلات أساتذة وشهادات لاستذكار عظمة الثورة التحريرية المجيدة. في أحوال الطقس أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية بتواصل تساقط أمطار تكون رعدية ومرفوقة محليا بسقوط برد اليوم بوسط وشرق البلاد. النشرية التي وضعت في مستوى يقظة برتقالي تمس عددا من ولايات جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، ميلا، قالما، سقهراس، باتنا، أم البواقي، خنشلة، تبسة، حيث سيستمر تساقط الأمطار بها إلى غاية الساعة 9 ليلا بكميات قد تصل محليا إلى 50 مليمترا، ويرتقب هبوب رياح رعدية خلال فترة صلاحية هذه النشرية.
تحسبا للمباراتين الفاصلتين المؤهلتين إلى مونديال قطر ذهابا وإيابا يومي 25 و29 مارس الجاري ضد المنتخب الكاميروني، استدعى الناخب الوطني جمال بالماضي اللاعبين الآتية أسماؤهم: في حراسة المرمى رئيس وهاب بولحي، ألكسندر أوكيجا، مصطفى زغبا. في الدفاع عصام أندي، عبد القادر بدران، مهدي طهرات، جمال بالعمري، أحمد توبة، يوسف عطال، حسين بن عيادة، يوسف العوافي، رامي بن سبعيني. وفي وسط الميدان استدعى الناخب الوطني رامز زروقي، هشام بوداوي، سفيان بالدبكة، عدلان قديورة، سفيان فيغولي، اسماعيل بن ناصر. وفي الهجوم رياض محرز، رشيد غزال، يوسف بالليلي، محمد بن يطو، إسحاق بالفضيل، إسلام سليماني. حظ موفق للمنتخب الوطني. بهذا نصل لختام نشرتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء. نرحب بكم مشاهدي الأكارم من جديد دائما مع برنامج الظهيرة الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية، ونواصل في عرض ملفاتنا لنهار اليوم. ونقف الآن مع الملف الصناعي والاقتصادي، إذ كل المؤشرات الاقتصادية والصناعية تشير إلى أن ولاية برج بوعريج أصبحت تشكل قطبا صناعيا هاما من شأنه إعطاء حيوية جديدة للصناعة في الجزائر، ومنها الدعم الاقتصادي الوطني. وللحديث عن النسيج الصناعي على مستوى ولاية برج بوعريج، يسعد برنامج الظهيرة باستضافة الدكتورة لطيفة رحماني، مديرة الصناعة والمناجم بولاية برج بوعريج. مرحبا بك دكتورة. شكرا. مرحبا. شكرا لك على قبول دعوتي البرنامج. قبل أن نأتي إلى الجهود المبذولة في دعم المستثمرين، لو تضعين في البداية في صورة ما تحويه وما تملكه ولاية البرج من نسيج صناعي ومؤهلات صناعية على مستوى الولاية. شكرا سيدي على الاستضافة، وتحية طيبة للمشاهدات والمشاهدين، وتهنئة خالصة للشعب الجزائري بمناسبة عيد النصر المصادف ل 19 مارس، وترحما على كل الشهداء رحمة الله عليه. بالنسبة لولاية برج بوعريج، فإن هذه الولاية تحتل مرتبة يعني استراتيجية من ناحية الموقع نتاعها، مما يعني أعطاها دور محوري في مجال التبادلات التجارية، كونها حدودية مع أكبر ولاية الوطن، وتزخر بثروات طبيعية منجمية، بثروات فلاحية، بثروات حيوانية. يعني كل هذه الثروات اللي تزخر بها الولاية يعني قابلة أنها تمد لها، يعني تكون هي قطب صناعي مهم، بمثابة قطب صناعي في خاصة الصناعات الغذائية. نعم. قبل أن نأتي للصناعات الغذائية، أيضا ولاية برج بوعريج هي رائدة، يعني لو نأتي لنشرح يعني النسيج الصناعي على مستوى ولاية برج بوعريج قبل أن نأتي إلى المناجم والصناعات الثقيلة، نعرف أنها أصبحت رائدة في الصناعات الإلكترونية. بداية لو تحدثين عن هذا القطاع وكيف يتطور الآن على مستوى الولاية السيدة. بالنسبة للقطاع هذا يعني كان حقيقة احتل مرتبة في السابق. نعم. يعني ولو عرفت الولاية بأنها قطب إلكتروني، ولكن حاليا البرج أصبحت فيها تنوع كبير من صناعات الغذائية، من صناعات تحويل البلاستيك، من صناعة، حيث حاليا نحصي 7570 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتوفر 36507 منصب شغل، وساهمت أيضا
في عمليات تصدير هذه المؤسسات الصغيرة المتوسطة واللي تمثل أيضا النسيج الصناعي بالولاية، ما قيمته 15 مليون دولار. وهذه النشاطات أو الشعب تتمثل خاصة في مساهمة المواد البناء ب 17%، الإلكترونيك 12%، صناعة الغذائية 10%، والكيمياء والبلاستيك ب 9%. في الصادرات نتاع النشاطات والشعب الموجودة على مستوى الولاية. باعتقادك الدكتورة لطيفة، هذا يعني النمو وهذا التطور في هذه الشعب باعتقادك إلى ماذا يرجع أساسا، خاصة في هذه في السنتين الأخيرتين أو في هذه الأشهر الأخيرة؟ نمو هذا ولن يرجع للتسهيلات اللي حطتها الدولة باش تشجع الاستثمار، وخاصة التصريحات الأخيرة اللي قر بها السيد رئيس الجمهورية خلال الندوة نتاع الإنعاش الاقتصادي المنظمة من طرف وزارة الصناعة. فعلى مستوى ولاية برج بوعريريج السلطات المحلية يعني بذلت مجهودات وأخذت جملة من الإجراءات حتى يعني تترجم هذه القرارات ميدانيا، حيث على مستوى الولاية أحصينا قرابة 100 مشروع اللي 35 منها تم تسليمهم رخصة الفتح والاستغلال، واللي تكلفتهم تقارب 33 مليار دينار جزائري، مما سيوفر 4500 منصب شغل. وجل هذه الشعب بين الكيمياء والبلاستيك عندنا 10 مشاريع، مواد البناء 8 مشاريع، وصناعة غذائية 7 مشاريع من ضمن هذو 53 اللي رفعت عليها القيود. ورفع القيود أيضا بالنسبة لهذا الشق، أود أيضا أن ننوه بمجهودات السلطات المحلية على رأس السيد الوالي الدكتور محمد بن مالك، حيث أمضى 27 رخصة بناء كمرافقة، 33 شهادة مطابقة، 21 عقد امتياز منها 4 تعديلية، 106 رخصة لمواد المتفجرة، إمضاء 31 رخصة حفر لنقب مائي، ربط 21 مشروع بالطاقة الكهربائية، تزويد 6 مشاريع بغاز البروبان، يعني إمضاء 6 رخص استعمال غاز البروبان يعني ك مرافقة وكحلول يعني أولية في انتظار التهيئة النهائية لمنطقة النشاط للمنطقة الصناعية. نعم، كل هذه المشاريع خاصة من التي جسدت ومنحت لها رخص الاستغلال في أي إطار هي؟ هل في إطار المؤسسات الناشئة أم في إطار المؤسسات الكبرى؟ بمعنى ما هي طبيعة هذه المشاريع التي الآن منحت لها الرخص وأصبحت تشتغل الآن؟ بالنسبة للطبيعة نتاع المشاريع هذه تشمل كل الشرائح بدون استثناء، حتى المشاريع يعني اللي استفادوا منها الشباب في إطار هيكل الدعم نتاع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لضمان البطالة، التأمين عن البطالة، يعني كل الشرائح استفادت من هذه الشهادات، هذه رفع العراقيل، وبطبيعة الحال أغلبها من الحجم الثقيل بكون أن الولايات رائدة في المجال الصناعي وتعتبر قطب صناعي بامتياز. نعم، لو نأتي الآن إلى القطاع المهم فيما يتعلق بالمناجم على مستوى الولاية، ما هي المشاريع الآن التي أيضا تم تجسيدها وتشتغل الآن وأصبحت يعني تنتج فيما يتعلق بسواء كما قلت مواد البناء أو المواد الأخرى التي تدخل في الصناعة التحويلية سيدة لطيفة؟ بالنسبة لكل ما هو يعني مجال المناجم، لدينا مشاريع رفعت عنها القيود، وكانت للسيد وسيط الجمهورية زيارة وسلم هناك بالولاية مقررات استثنائية لرفع القيود، أيضا زيارة السيد وزير الصناعة الدكتور أحمد زغدار
أيضا هو كذلك سلم بدوره رخص استثنائية لمشاريع في النشاط المنجمي وتتمثل في صناعة مواد البناء الأجر الأحمر. وأيضا هناك مشروع آخر تم تسليمه من طرف السيد وسيط الجمهورية رخصة استغلال استثنائية، وهو مقام بمنطقة نائية ويتعلق الأمر بمؤسسة بول سيرام اللي تدير في السيراميك وشغلت ما يفوق 180 منصب عمل في منطقة نائية وتعتبر منطقة ظل، نستطيع القول بأنها منطقة ظل، وشغلوا أصحاب المنطقة يعني شباب المنطقة والمنتوج ذو جودة يعني وقابل للتصدير. نعم، إذا مشاريع يعني يستفيد منها وهي مشاريع تنموية يعني يستفيد منها المواطن. نعم. كما قلتي مباشرة على مستوى المكان الذي يقطنه. لو نأتي إلى ربما ما هي أهم العراقيل، لأنه فيه مشكلة كانت يعني تحجب المستثمر على أن يلج إلى هذه الصناعات، الآن ما هي الأمور التي تجذب المستثمر إلى ولاية برج بوعريريج حتى يأتي بأمواله ورأس ماله ليستثمره في الولاية؟ بمعنى ما هي العراقيل التي تم تحييدها والتخلص منها حتى أصبح المستثمر يأتي بالنسبة بقوة؟ يعني نقدر نقول الجاذبية تاع الولاية من ناحية الاستثمار، توفير العقار، السلطات المحلية يعني عملت على توفير العقار بمساحة إجمالية، الحافظة العقارية يعني حاليا تتوفر على 1550 هكتار حاليا، تتمثل في ثلاث مناطق صناعية بمساحة إجمالية 694 هكتار، منطقتين جديدتين، واحدة ببلدية الحمادية مشطة فاطمة وواحدة ببلدية بمنطقة الرميل دائرة رأس الواد، والمنطقة القادمة يعني تاع برج بوعريريج. بالإضافة إلى ذلك هناك 10 مناطق نشاطات قادمة، تم استحداث ثمان مناطق نشاطات جديدة بمساحة إجمالية تقدر ب 640 هكتار، وإنشاء أيضا 23 منطقة مصغرة بمساحة إجمالية 116 هكتار. نعم، لو نتحدث عن مسألة مهمة أيضا للولاية التي كما قلنا أصبحت ولاية صناعية بامتياز، فيه الحديث عن الصناعات التحويلية والحديث عن خاصة الصناعات الغذائية أيضا، الولاية على مستوى هذه الصناعات ما الذي استطعت أن تحققه إلى غاية الآن فيما يتعلق بالصناعات الغذائية؟ الصناعات بعد رفع القيود وخاصة يعني تمكنت الولاية من استحداث ما يقارب 4500 منصب عمل بعد رفع القيود ل 53 مشروع بتكلفة إجمالية 33 مليار دينار جزائري. يعني وتخفيض مما سمح بتخفيض البطالة من 13% إلى 10%، وفي نهاية احنا نطمح يعني بلوغ نسبة منخفضة تقدر ب 7% نهاية 2022 إن شاء الله. فيها مسألة أخرى مهمة على مستوى ولاية البرج، هذه يعني خلق يعني مناطق للنسيج الصناعي، قلت فيه ثلاثة، هل فيه ربما الآن اشتغال على توسيع هذه المناطق يعني لتوسيع الجانب أو النسيج الصناعي على مستوى الولاية لأكثر من منطقة أخرى حتى تلعب الولاية يعني دورها الريادي في هذا الجانب، خاصة وأنه من الجانب الجغرافي كما قلت تربط بين العديد من الولايات الكبرى يعني سطيف العاصمة وغيرها من الولايات الأخرى؟ سيد اللطيف، بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة على رأسها منطقة مشطة فاطمة اللي هي قرابة 300 هكتار، وراهي حاليا تعتبر يعني هذه المنطقة الصناعية منطقة واعدة، ويعني نستبشر خير لما يعني لها من مقومات مثل التهيئة، راهي العملية جارية
بهذه المنطقة، وراه استقطبت الكثير والعديد من المشاريع. بها حاليا في سنة 2021 دخل حيز الخدمة 18 مشروع، ووفر 1570 منصب شغل، فيها مواد البناء، الكيمياء والبلاستيك، ومواد التغليف بالورق. نعم، جميل جدا هذه المشاريع على مستوى الولاية. فيما يتعلق بالجانب البيروقراطي الذي كان حقيقة ربما ينفر المستثمر، بعض الملفات تقدم تدرس لمدة طويلة ويصبح المشروع معلق، لا هو مجسد ولا هو غير مجسد. كيف تعاملت مع هذه المسألة في تسريع ربما تفعيل المشاريع على أرض الواقع؟ في هذا الجانب السيد ولي الولاية الدكتور بن مالك محمد أعطى تعليمات صارمة في هذا الصدد. تم تشكيل اللجنة يعني في أجل يعني في ظرف قياسي، وطلب من جميع المسؤولين يعني الخروج ميدانيا شخصيا، المدراء شخصيا يخرجوا باش يعاينوا والملاحظات اللي نهزوها ميدانيا تسجل في محضر آني يعني بي في مينوت. جميل. وجلسة العمل اللي ندرسوا فيها برئاسة السيد الولي المشاريع هذه تدرس حالة بحالة ويأخذ القرار حينا يعني في وقته في حينه. المنتجات الصناعية لمستوى ولاية البرج أين يتم تسويقها؟ هل تغطي يعني السوق المحلية والسوق المجاورة أم أنها تمتد حتى للأسواق الوطنية؟ وكنت أشرت إلى أنه بعض المواد فيها أيضا ما يصدر للخارج. لو نتحدث عن خارطة هذه المنتجات الصناعية لولاية البرج. المنتجات الصناعية ببرج بوعريريج منتجات يعني منتوجات ذات جودة، لدينا مصانع اللي راهي تصدر حتى للدول نتاع إفريقيا والدول العربية. عندنا مصنع لتحويل البلاستيك بهذه المنطقة الصناعية دخل حيز الاستغلال بعد رفع القيود، راه يصدر للقطر الإمارات العربية، وعنده برنامج تصدير يعني واعد اللي رايح يشمل الدول الأوروبية مثل تركيا إسبانيا إيطاليا. وهذا يعني شيء يساعد في تخفيض صادرات في تخفيض فاتورة الاستيراد وأيضا دعم الخزينة العمومية من ناحية العملة الصعبة. نعم، نصيب الشباب من هذه المشاريع، هل يتحمس الشباب لإنساء مؤسسات الصغيرة المؤسسات الناشئة، خاصة هذه المؤسسات لا تحتاج إلى عقار كثير كبير، لا تحتاج إلى رأس مال كثير، هل فيه الشباب الآن يتحمس لأن يستثمر في الولاية؟ أنتم ترافقونه تسهلون له المهمة سيدة لطيفة. نعم، بالنسبة للشباب عدد هائل من الشباب اللي راه ينشط في جميع المجالات بدون استثناء، وخاصة في مجال تقنيات الاتصال الابتيك. عندنا بزاف الشباب اللي راه حامل مشاريع وأفكار. لدينا على مستوى ولاية برج بوعريريج حاضنة اللي راهي ترافق في المؤسسات الناشئه، وحنا باتصال مع هذه الحاضنه لدينا برنامج، سطرنا برنامج لخلق جسر بين الجامعه وبين الوسط الاقتصادي، وهناك ايضا اتفاقيات ابرمت بين الجامعه وبين مؤسسات اقتصاديه، وفي في 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 بنود ولا ضمن بنود هذه الاتفاقيات سيتم ادماج هذا الشباب الحامل الافكار. نعم. وبالتالي راح يتم مرافقتهم مع الشركات الكبرى اللي ممكن دعمهم حتى يتكونوا باش يقدروا يخلقوا مشاريعهم مؤسساتهم المستقلة والخاصة بهم. في مسألة مهمة أيضا دكتورة رحماني فيما يتعلق، أكيد أنه في كل منطقة صناعية إلا ويكثر الحديث عن العقار الصناعي، هل فيه مشاريع واعدة رائدة لا زالت معلقة بسبب هذا المشكل، أم أنه تم تطهير العقار الصناعي وتم تسليبه لمن يستحقه وأيضا منح رخص الاستغلال على مستوى الولاية؟ بمعنى هل طويت صفحة أم أنه
ما زال فيه يعني مشاريع يدرس ملف بملف. بالنسبة لعملية استرداد العقار تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية على مستوى المحلي، العملية اللي قمنا بها سنة 2021 تم معاينة 482 مشروع اللي سمحتنا باسترداد 30 هكتار على مستوى مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وحنا يعني نطمح بلوغ 50 هكتار أفاق 2022 بمواصلة العملية تاع التطهير. نعم، فيما يتعلق بالبنى التحتية لمستوى الولاية كسؤال أخير، خاصة فيما يتعلق بالمواصلات وأيضا فيما يتعلق بالتعليب فيما يتعلق بالتسويق على مستوى الولاية، هل تم التحكم في كل هذه السلسلة؟ لأنه ليس الغاية فقط هو إيجاد مصنع والإنتاج وبعد ذلك ربما نتعطل في سلسلات أخرى، هل هذه السلسلة الصناعية يعني من الإنتاج إلى التسويق متحكم فيها على مستوى الولاية؟ نعم، بالنسبة لهذا الموضوع في هذا الشأن هناك يعني تقاليد في هذه الولاية. جميل. المستثمرين يعني نقدر نقول إن صح التعبير محترفين يعني في مجال التسويق، عندهم تقنياتهم، عندهم تقاليدهم، عندهم طرق تاع التواصل، يعني ما كانش مشكل حتى في مجال يعني التسويق تطرقت، ماهوش غير محلي. صح. التسويق حتى خارج الولاية وخارج الوطن. لأنه المبلغ اللي اعطيناه نتاع نتاع العمله الصعبه راهو داخل فيه هذا هذا الجانب نتاع المؤسسات يعني. نعم. اللي راهي تنشط ما كانش يعني مشكلها يعني واضح ولا مشكل واضح كبير يطرح هذا الملف. نظن يعني في حسب الشيء اللي رانا نشوفه فيه حسب التواصل بين جل القطاعات، التجارة مع الصناعة مع الفلاحة مع كل يعني القطاعات اللي عندها صلة بملف الاستثمار كاين تواصل، يعني ما كانش حلقة مفقودة. نعم. على العموم وخلق التكامل. في كلمة أخيرة السيدة والدكتورة رحماني، لو أردنا أن نصف ولاية البرج الآن، كنا كما قلتي في بداية الحوار نصفها بأنها رائدة في الصناعة الإلكترونية، الآن أي ملمح أي صفة يحملها الجانب الصناعي في ولاية البرج؟ يعني ما هو الجانب الطاغي يعني في الهيمنة؟ عندنا الشعب اللي راهي حاليا هيمنت وخذات ربما المرتبة، فاتت شوية الإلكترونيك مواد البناء. مواد البناء. نعم. عندنا مواد البناء اللي راهي في الصدارة حاليا، وتليها المواد الصناعات الغذائية. غذائية. نعم. كل التوفيق نتمناه لكم الدكتورة لطيفة رحماني مديرة الصناعة والمنجب بولاية برج بوعريرة، شكرا جزيلا لك على ما ساهمتي به معنا في عدد اليوم، نلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدي الأكارم الظاهرة مستمرة معكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
ارحب بكم مشاهدي الاكارم دائما مع برنامج الظهيره الذي ياتيكم مباشره من الجزائريه الاخباريه. نواصل في عرض ملفاتنا المختلفه لنهار اليوم، ووصلنا معكم الى حد الان الى الملف الفلاحي والتنموي لنتحدث عن تربيه المائيات كدفعه قوية للمشاريع الاستثمارية بولاية تيزي وزو، ونتحدث عن هذه الشعبة وعن المشاريع المحققة على مستوى الولاية. الحديث عن هذا الموضوع وعن تفاصيله يحضر معنا السيد شافي دبو مدير الصيد البحري وتربية المائيات بولاية تيزي وزو. مرحبا بك سيدي. شكرا، شكرا على الاستضافة. السلام عليكم ضيفو متتبعي البرنامج. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، شكرا لك على قبول دعوتي البرنامج. قبل أن أتي إلى موضوع تربية المائيات بالذات، لو تضعنا في صورة يعني واقع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أقول على مستوى الولاية أين كان وأين وصل خاصة في السنتين الأخيرتين؟ شكرا. إذا قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية تيزي وزو يعني في خلال السنوات الأخيرة شاف يعني تطورات ملحوظة، وخاصة في ميدان تربية المائيات، وين سجلنا يعني عدة مشاريع التي استفادت من عقود امتياز. في هذا المجال سجلنا يعني 12 عقد امتياز متاح للمستثمرين في هذا الميدان، يعني ويعني منقسمين على زوج شعب. نعم. عندنا شعبة تربية الأسماك في الأقفاص العائمة، عندنا 6 مشاريع، وتربية صدفيات يعني المحار وبلح البحر ليمو ليزويتر. نعم. دونك عندنا ثانية 6 مشاريع اللي استفادوا من عقود امتياز. ويعني الولاية تزخر يعني عندها 2 مناطق لنشاطات تربية المائيات بمساحة إجمالية فيها 17 هكتار ونصف. ويعني ثانية في مجال الصيد البحري عندنا مينائين ميناء أصفون وميناء تكزيرت. أسطول بحري فيه 265 وحدة صيد، وعندنا المسجلين البحريين أيضا يعني فيما يخص اليد العاملة ولا مناصب الشغل المتاحة في هذا الميدان، عندنا 650 مسجل بحري في الولاية. إذا لو نتحدث عن ربما الإنتاج الذي يصل إلى الأسواق نتيجة لتربية المائيات، فيها أيضا تربية المائيات في المياه العادية والمياه الحلوة سيد، فيه مستثمرين في هذا الجانب أم فقط في الأقفاص العائمة سيد شافي؟ لحد اليوم يعني ما زال ما سجلناش مشاريع في ميدان تربية المائيات في المياه العذبة. نعم. ويعني استراتيجية القطاع هي تطوير هذه الشعبة أيضا، خصوصا بما أن ولاية تيزي وزو يعني عندها هي أراضي فلاحية، طابع فلاحي في هذا الميدان. دونك نشجعوا الاستثمار في هذا في شعبة تربية المائيات في مياه العذبة. نعم. ويعني الاتجاه السابق كان محور على تربية المائيات في الأقفاص العائمة، الأقفاص ويعني في مياه البحر. في مياه البحر. لو نتكلم عن كما قلت المنتوج الذي يصل إلى الأسواق بعد تجسيد عدة مشاريع بمعنى مساهمتها في توفير هذه المادة الحيوية من أسماك التي يستهلكها المواطن الجزائري، يعني هل فيه إنتاج وفير الآن على الأقل يغطي جانب من السوق المحلية؟ فيما يخص الإنتاج يعني لحد الآن في ولاية تيزي وزو الإنتاج هو يخص إنتاج الصيد البحري، ما زال ما سجلناش يعني إنتاج مشاريع تربية المائيات يعني في هذا الصدد. نرتقب دخول عدة مشاريع خلال هذه السنة، فيما هذا سوف يؤدي إلى الرفع من الإنتاج.
وهذه هي داخلة في استراتيجية القطاع. المحور الرئيسي في استراتيجية القطاع هو الرفع من قدرة الإنتاجية، وهذه يعني جهودات السلطات العمومية أعطت أولوية لهذه الفروع، يعني فروع الإنتاج خاصة تربية المائيات. إذا نرتقب يعني دخول 4 مشاريع لتربية المائيات في الولاية خلال هذه السنة، زوج منهم يعني تربية الأسماك في الأقفاص العائمة، وزوج يعني تربية الصدفيات. نعم، هذه المشاريع في أي إطار جاءت؟ في إطار مؤسسات الناشئة أم في إطار يعني الدعم الموجه للشباب بمختلف الصيغ؟ هؤلاء يعني المستثمرين في أي إطار ربما جاءوا فيه؟ يعني لحد الآن الاستثمار الأربعة هذو، عندنا مشروع واحد استفاد من دعم الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية لاناد حاليا لونساج سابقا. اما فيما يخص المشاريع الاخرى فهي مشاريع استثمارية، يعني باستثمار حر خاص. ويعني ثانية التوجه للقطاع هو تشجيع انشاء هذه المشاريع الصغيره المصغره، دونك المؤسسات المصغره، خاصه ان الوزاره المنتدبه لدى الوزير الاول يعني خصص 1000 قرض لانشاء مؤسسات مصغره في ميدان الصيد البحري وتربيه المائيات. يعني المجهودات سوف تكثف في هذا السياق. نعم، يعني هؤلاء المشاريع الأربعة كيف يتم الآن مرافقتهم حتى يعني الوصول بهم لأن تصبح مشاريعهم مجسدة على مستوى الولاية؟ نتكلم عن المرافقة فيما يتعلق بربما المكان، مكان إنجاز المشاريع، فيما يتعلق ب يعني الجوانب البيروقراطية، فيما يجنب يعني الثقة والدعم، يعني كيف يتم مرافقتهم قبل أن يجسد على أرض الواقع هذه المشاريع؟ هي في الحقيقة المرافقة نقدر نقول المرافقة دائمة. جميل. يعني المستثمر نرافقه في كل مراحل أو خطوات الاستثمار تاعو، يعني سواء كان لدى الإدارات أو البنك أو فيما يخص يعني كما نقولوا منح هذا عقود الامتياز فيها إدارة وقطاعات متدخلة، دونك نديروا معهم تنسيق في مختلف مع هذه الإدارات، يعني نسهلوا قدر المستطاع، ويعني في ديزون لو بلوس بوسيبل باش نعاونوا هذو المستثمرين. والحمد لله يعني كانوا فيها نقدر نقولوا ماشي عراقيل بصح بعض الصعوبات يعني. وناجمة خاصة بعد جائحة كورونا. صحيح. يعني طولوا عليهم باش يستوردوا المعدات تاع الاستثمار تاعهم. الحمد لله هذا العام يعني قدروا يافونسي ويجيبوا المعدات هذه. وعندنا مشروع واحد يعني اللي من بين أربعة هذو اللي راحين يدخلوا حيز الاستغلال، هذا يعني وضع الأقفاص تاعو من قبل، هذا العام راح يعني يستورد البلاعيت يعني صغار الأسماك والعلف. يعني الإجراءات راهي جارية، ان شاء الله في شهر افريل راح يدخل في الاستغلال ان شاء الله. هل بالنسبه اليكم سيد شافي عندكم يعني رقم محدد او رقم ستصلون اليه فيما يتعلق به ربما التوظيف او خلق مناصب شغل عندما تدخل هذه الاربع مشاريع حيز التنفيذ؟ يعني احنا ننتظر من مشاريع تربيه المائيات بصفه عامه يعني راح يكون عندنا إنتاج ما يقارب 5000 طن، وتوفير يعني مناصب شغل تقدر ب 300 منصب شغل. بالنسبة للأربعة هذو نقدر نقولوا سوف توفر يعني ما يقارب 100 منصب شغل، وإنتاج ما يقارب أيضا 1200 طن من الأسماك.
يستفيد منها أبناء المنطقة طبعا. أيضا عندما نتكلم عن قطاع الصيد البحري على مستوى الولاية، يعني من غير تربية المائيات، لو تحدثنا عن طبيعة أيضا القطاع فيما يتعلق بالصيد، وكنت أشرت إلى الميناءين من حيث المعدات من حيث الإمكانيات، في أي مستوى هي الآن السيد شافي؟ يعني فيما يخص الصيد البحري، أيضا من أولويات القطاع هي التكفل بانشغالات المهنيين في هذا الصدد. يعني كل مجهودات يعني راهي مقامة على مستوى الميناء، مئات يعني من مينائي الولايه، باش نسهلوا يعني سورتو خاصه فيما يخص الرسو. يعني دونك مخططات الرسو راهي الاجراءات جاريه باش نوصلوا يعني تسهيل هذه العمليه. انجزت في ميناء تيكزيرت ست جسور عائمه كما يسمون لي بونتون فلوتون، وهذه العمليه سوف تجرى ايضا في ميناء ازفون، مما سيوفر دي بوستا دو نوفو بوستا، يعني لي بوستا اكتظاظ على مستوى الميناء. يعني سجلنا لحد الان اكتظاظ يعني الزوارق، نعم اكتظاظ كبير، ولكن بعد ما نديروا هذه الجسور العائمه يعني سوف تحل هذه المشكله. ويعني على قريب يتم تجسيد هذه، نعم فيه يعني اجال محدده لتجسيدها. قلت لك يعني كما اشرت اليه من قبل، يعني في ميناء على مستوى ميناء تيكزيرت هذه الجسور راهي يعني توضع الان وضعت، ما سوف ينجز فقط يعني مخطط روسو، يعني لومبلاسمون كيفاش راح نديروا لهذو السفن، ركن السفن على مستوى الجسور، هذه الجسور سوف يعني تخلق مرونه في الدخول والخروج، أماكن جديده للروسو. اما فيما يخص ميناء ازفون فقد كانت يعني من قبل، واش اللي عطل يعني هذه العمليه هي عمليه جرف الميناء لو دراغاج دي بور، يعني نحينا من الباسان دي بور نسميوها يعني نيتواياج دي باسان لو فون دي باسان، هذا اللي عطل يعني هذه العمليه بنزير ما دارش لحد الان. وهذه العمليه باش يعني نشير اليها يعني خلاص انتهت في الايام السابقه فقط، رانا بدينا نتشاوروا مع مؤسسه تسيير الموانئ وكذلك مع قطاع اللي تروح بليك دونك الاشغال العموميه، يعني باش نوضعوا في حيز التنفيذ هذه العمليه، هذه المشاريع فيما يتعلق ب مسألة فيما يتعلق بالقطاع في حد ذاته. هل فيه ورشات لبناء السفن لصيانتها على مستوى الولاية؟ لأن المهنيين كما قلت فيه اكتظاظ وفيه يعني عمال يعني يشتغلون في هذا القطاع، هل فيه ورشات على مستوى الولاية؟ شكرا. يعني هذه النقطة يعني كما يعرفها الجميع من تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية، يعني أعطى أولوية هامة لهذا هذه الورشات، الورشات إذا تحظى ب يعني أولوية عناية دائمة وهامة من طرف السلطات. وفي ولاية زوزو يعني عندنا ورشة لبناء وصناعة ويعني الصيانة والصيانة ولا ريباراسيون، نعم يعني الصيانة. هذه المؤسسة يعني سجلنا في الأيام السابقة، سجلنا وين يعني كانت في الماضي شوية حبست عندها رالونتي كيف تبع الجائحة كورونا هذه، وين كانت عملية استيراد المواد الأولية كانت في حالة يعني بطء ماش ناشطة. صح في الأيام السابقة سجلنا يعني إعادة النشاط يعني بكثرة، سجلنا في شهر فيفري وين دخلت يعني خرجت في انتهت من بناء ثلاث سفن
موجهة على مستوى الوطني. والعملية يعني المهمة اللي سجلناها أيضا هي انتهت من بناء سفينتين موجهة للتصدير باتجاه دولة موريتانيا الشقيقة. يعني هذا ثاني قفزة نوعية في هذا الميدان. يعني هذه المؤسسة استفادت وأحظيت ثانية بالعناية ويعني الزنكوراجمون الدعم المرافقة دائمة من طرف السلطات سواء كانت السلطات المحلية أو الوطني يعني على المستوى الوطني. يعني هذا ما شجعها باش يعني دارت حفزها باش توصل لهذه النتائج والحمد لله. يعني ويعني بنت بلي عندنا كفاءات وطنية. نعم. الحديث عن الكفاءات سيد شافي وهذه النموذجين اللذان سيصدران إلى دولة موريتانيا تم بكفاءات جزائرية. عندما نتحدث عن الكفاءة الجزائرية هل فيه مركز للتكوين؟ هل فيه ربما الاستثمار في العنصر البشري؟ فيه مرافقة في هذا القطاع قطاع الصيد البحري سيد؟ طبعا يعني على مستوى الولاية التكوين في على مستوى الولاية يعني ما عندناش مراكز ولكن يعني هذا الميدان التكوين نراه يقام لا مام على مستوى الولاية نديرو التكوين. يعني من لو كان نحسبوا شحال من رجال بحر مكونين لحد الآن كوننا ما يقارب 1000 يعني مكون في شتى الميادين. عندنا رئيس السفينة كما يقولوا لو باترون دو باش لي كاباسيتير يعني شهادة تأهيل في الصيد البحري. عندنا لي مارين بيشور يعني الصياد مؤهل بحار مؤهل. وعندنا ثاني لي ميكانيسيان يعني الميكانيكي. يعني الولاية مام ولا ما حتى يوجد من يكون حتى في خياطة الشباك سيد شافي وعلى أهمية هذا الأمر سيد شافي. طبعا هذه يعني خياطة الشباك أي دخلة في مام في كن يعني يمكن نكونوا هذا البحاري المؤهلين. هذه يعني الموديول كما يسميوها خياطة الشباك هي دخلة في قاعدة بالنسبة للبحار. صح. ويعني رانا ناويين ثاني نديروا هذا يعني لافيليير هذه نخصوها ونديروا فيها تكوين ان شاء الله ثاني راح تساهم في تطوير القطاع فيما يخص يعني هذا سيتان سيرفيس يعني خدمات يحتاجوها المهنيين بكثرة وبدوام. يعني هذه نحتاجوا هذا خياط الشباك مهم. فوالا دونك كما قلت لك وحاليا يعني تماشيا مع استراتيجية القطاع خاطرش دركا رانا رايحين للصيد في اعالي البحار. هذا التكوين على مستوى الولاية تماشى مع هذا التوجه. حاليا نسجل يعني تكوين 3 أقسام لبحارين مؤهلين للإبحار على متن سفن أكثر من أكبر من 24 متر. يعني هذه السفن اللي راح تنشط في ميدان الصيد في أعالي البحار. يعني تماشينا مع هذه التوجه وتكوين يعني يكون بالتنسيق مع المعهد الوطني العالي للصيد البحري والتربية المائية لي ان اس بي ار في الجزائر العاصمة. يعني الحمد لله أكيد أن القطاع مادام أنه يصدر بمعنى خطى خطوات عملاقة فيما يتعلق في التحكم سواء كما قلت في الصيد أو في بناء السفن أو في صيانتها. الشباب ولاية تيزي وزو هل فيه إقبال على هذه الشعبة؟ نعرف أن المنطقة منطقة فلاحية وفيه أمور فلاحية أخرى أيضا يهتم بها يعني شباب المنطقة. هل الصيد البحري أيضا فيه توجه من الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة؟ طبعا يعني لو كان نحسب يعني التوجه تاع الشباب لحد الآن سجلنا 40 مؤسسة يعني خلاص دخلت في حيز الإنتاج نتاع هذه السفن الصيد البحري واستفادت من الدعم لمختلف أجهزة الدعم فيما يخص لاكناك ولونجيم ولونساج. لحد الآن يعني دخلنا 40 مشروع في هذا الميدان ميدان الصيد البحري.
أما فيما يخص يعني كما قلت أشرت إليه المنطقة فلاحية، في الماضي القريب قمنا باستزراع أحواض السقي على مستوى مستثمرات الفلاحية، وفي الأيام الماضية فقط يعني أحصينا نتائج هذه العمليات، يعني كانوا فلاحين مقتنعين يعني سون ساتيسفي دي ريزولتا اللي لقوا اللي لحقوا لهم من عبر هذه العمليات. يعني سجلنا السقي من طريق الاحواض التي تربى فيها الاسماك هكذا سيد شهد. نعم هذا الفلاحين يعني اللي سجلنا عندهم عمليه الاستزراع يعني يعترفوا بالنتائج الايجابيه من بين هذه العمليات، يقولوا فيها يعني نتائج على مستوى المنتوج الفلاحي وايضا عنده منتوج سمكي. صحيح. يعني في المجال هذا يعني وكاينين كي سون انتريسي يعني كاينين منهم هذه الفلاحين يعني مقبلين راحين يستثمروا في هذا الميدان، يعني على مستوى مستثمراتهم الفلاحيه يديروا مشاريع في تربيه المائيات في المياه العذبه، يعني ها وحنا رانا نشجعوها فيهم هذو يعني نرجو لهم فيها الدعم. نعم. كما حبينا ندخلوهم ثاني في هذا الألف قرض المصغر المتاح من عند الوزاره المتدابه المكلفه بالمؤسسات المصغره. يعني الألف هذا لازم نستغلوه ان شاء الله ان شاء الله. السيد شافي في ما تبقى من عمري البرنامج في دقيقه واحده، ما هو الهدف القريب الذي تستهدفونه وتسعون لتحقيقه على مستوى القطاع في دقيقه رجاء؟ يعني احنا حبينا نوصلوا اقرب ما يمكن لدخول هذه المشاريع اللي سجلناها يعني تدخل في حيز الانتاج ان شاء الله. اربعه هذو اللي ذكرناها فرحتنا، نزيدوا نستناو باش الاخرين ثاني يديروا دي زيفور باش يدخلوا في حيز الانتاج، وهذا يدخل تماما مع توجه القطاع يعني الرفع من القدرات الانتاجيه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شافي دبو مدير الصيد البحري وتربية المائيات بولاية تيزي وزو، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، نلتقي في مناسبات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدي الاكارم الظاهرة مستمرة معكم بعد نشرة الاخبار، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية سجلت صباح اليوم على الساعة 10:59 هزة أرضية قوية بشدة 5.5 درجات على سلم ريختر بولاية بجاية، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والفلكية والجيوفيزياء. مركز الهزة حدد على بعد 28 كيلومترا شمال شرق رأس كربون، وشعر بها إلى جانب سكان بجاية سكان جيجل، سطيف، برج بوعرريج، البويرة، تيزي وزو، بومرداس والعاصمة. مصالح الحماية المدنية وفي معاينة أولية سجلت إصابة طالبتين بجروح إثر سقوطهما بالإقامة الجامعية بثرقة غزمور، في حين أصيبت امرأة بصدمة بمنطقة تعساس ببلدية بجاية، كما سجلت تشققات على مستوى جدران بعض البنايات. الهزة الأرضية خلفت أيضا حالة من الذعر والخوف عند العديد من المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية. إلا فريمون ترومبلي الحالة، نطلب ربي سبحانه وتعالى غيستار وديل تفزينا. لا لا نو نو بو لانستون ميم لا فامي اون ابلي ان بو بارتو يا با يو ديغا، وإن شاء الله الناس قاعد يسترها ربي. كيفاش خرجتوا من الدار؟ كلنا
شفوه كنا نسيقو غير كي كان ولا حتى انا نتصبح ولا قلبي معصوره قول كي فيريتي وحتى كي وصلت الكوزينه كان ربي العزيز دار شغل مي فريمون خير من ديك كثر من ديك 18 مارس تاع العام اللي فات قول كي فيريتي دعينا ربي نعيط لربي العزيز ربي حط الرحمه شوف الملائكه هذاك ربي العزيز ربي العزيز ربي العزيز حطوا معاه حط لبسنا والله ما على بالنا كيما خرجنا باسكو لي زيكزام كنا نحفظو في الدقيقه شفنا الحاله تحرك ومن بعد دقيقه وطيح الكواريوم كانت كبيره من بعد طاحت هذه دقيقه فقنا رحنا باش نهربو تنوضو نطيحو تنوضو طيح تنوضو طيح من الخلعه دخلت تحت المطرح ما حتى حبس باش خرجنا ما على باش كيفاش حتى خرج في الدروج قاعدين نهبطو وركا في الحمام مع مار كاع الناس هبطوا قاعدين في الوصبة متخبيين. هذا وأكد والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير للتكفل بالمتضررين وتشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية لمتابعة الوضع هناك. يعني الحمد لله يعني ما كانش هناك خسائر بشرية سوى مادية بعض تشققات في العمارات وبعض الهياكل هياكل مؤسسات الدولة كذلك نزافون كيلكو بليسي اكوز دو لا بانيك مباشرة بعد ذلك قمنا بتنصيب خلية أزمة التي نتواجد فيها أين كل ممثلي الهياكل تاع الدولة متواجدون هنا على مستوى هذه الخلية احنا نتابع يعني دقيقة بدقيقة نتابع يعني مجريات الأحداث التي جرت على مستوى ولاية بجاية. وفي وقت سابق قدم العقيد فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية آخر المعطيات حول مخلفات الهزة الأرضية مؤكدا أن مصالح الحماية المدنية سارعت إلى رأس كربون للتكفل بالضحايا. أكيد حيث على إثر الهزة الأرضية المسجلة صباح اليوم على الساعة 10:50 في ولاية بجاية تم وضع كل وحدات ولاية الجاية ووحدات شرق جيجل وغرب تيزي وزو التي قامت بعملية تعرف واستطلاع حيث لم يسجل لحد الساعة لا خسائر بشرية أو مادية بعد بعض حالات الفزع التي يتم التعامل معها من طرف مصالحنا حيث أيضا في هذا السياق تم تقديم إسعافات لطالبين بسبب جروح إثر سقوطهما وامرأة مصابة بصدمة وأيضا سجلنا بعض التشققات التي لحد الآن يتم تعيينها. هذا ووضعت المديرية العامة للحماية المدنية كل وسائل والإمكانات متابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء في حالة تأهب تحسبا لحدوث أي طارئ بعد تسجيل الهزة الأرضية. نحن في جاهزية تبعا للتعليمات الواردة من المدير سيد المدير العام للحماية المدنية وكلنا جاهزية في مثل هذه الحالات مثل الزلازل وغيرها من الحوادث الكبرى. إلى الحدث البارز الآن وفي الذاكرة التاريخية تحيي الجزائر اليوم الذكرى 60 لعيد النصر الموافق للتاسع عشر مارس من كل سنة ذكرى تخلد لبطولات الجزائريات وجزائريين أفضى إلى نضج سياسي ووعي وطني وحكمة دبلوماسية أجبرت المستعمرة على الجلوس ندا للند مع قادة الثورة التحريرية المجيدة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبالمناسبة بعث برسالة استذكر من خلالها تضحية الشعب الجزائري مؤكدا أن جرائم الاستعمار البشعة لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم مشددا على المعالجة المسؤولة المنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ. السيد الرئيس أبرز أن للجزائر أساسا صلبا تقوم عليه اليوم الدولة الوطنية المستقلة التي صمدت وانتصرت بمرجعية نوفمبر أمام الهزات والمحن وهي اليوم مدركة للتحولات العميقة على الصعيد الإقليمي والدولي وتتجه في كنف الأمن للعملية على تهيئة الأسباب التي تحفظ للجزائر مكانتها وموقعها في سياق عالمي.
ومن غير زان أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على مراسم الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى 60 لعيد النصر، حيث تم رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة، إلى جانب تنظيم ندوة تاريخية حول الذكرى وتدشين عدد من المرافق وكذا توزيع سكنات جديدة بمختلف السياق. الذكرى 60 ليوم النصر هو تكريس لإرادة شعب أراد الحياة، وهو يوم أغر نستذكر فيه قوافل الشهداء، بل نستذكر فيه ملايين الشهداء الذين قضوا نحبهم لتحيي الجزائر، ونستذكر فيه بطولات وتضحيات الجزائريين الذين وهبوا أنفسهم لتحيي الجزائر، ووهبوا أنفسهم في سبيل استرجاع واسترداد السيادة الوطنية المسلوبة. تاريخ 19 مارس 62 هو تاريخ فاصل بين معركة التحرير وبين معركة البناء والتشييد، معركة البناء والتشييد التي نصبوا من ورائها إلى تحقيق ذلك تلك المفاهيم السامية للجزائر الجديدة. وفي غمرة الاحتفالات بعيد النصر وضمن عملية واسعة لتوزيع السكنات، أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي على عملية إطلاق توزيع أزيد من 32 ألف وحدة سكنية من مختلف السياق عبر الوطن، وهذا بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما تم تسليم قرابة 7000 في وحدة سكنية بالعاصمة. بالعريبي أعلن بالمناسبة عن إطلاق عملية تسليم شهادات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية لوكالة عدل لفائدة 140 ألف مكتتب في صيغة عدل 2 عبر الوطن. التفاصيل مع الزميلة ليلى محدود. حلم يتحقق بعد طول انتظار، والفرحة تمت باستلام مفاتيح السكنات الجديدة. الحمد لله، نحمد الله ونشكره، ويكثر خير الحكومة، كثر خير الحكومة. أنا فرحان والحمد لله، الإنسان اللي تيسكن ما يفرحش. الحمد لله، نمني زدت الحمد لله، أنا فرحت، راجلي فرح وبناتي فرحوا الحمد لله. نشكرهم ونشكر جميع واحد ساهم في الفرحة هذه، وهذا يعتبر انتصار لنا والحمد لله. والعقوبه لكل الواحد راه محتاج السكن هذا، يا ان شاء الله ربي يرزقه. رانا ما دام يطراش حنا نستناو، والحمد لله كما نقولوا فرج ربي دوكا، ونحمد ربي ونشكره. سكنات لائقه، وهذا ضمانا لراحه المواطن. وها نحن اليوم مع موعد جديد، اين سنقوم بتوزيع ازيد من 32 ألف وحده سكنيه بمختلف السياق على المستوى التراب الوطني. تقريبا 7000 وحدة سكنية بالعاصمة موزعة على النحو التالي: 4000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، 280 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و 238 وحدة سكنية في إطار الصندوق الوطني لمعدلات الخدمات الاجتماعية لافامبوس، و 2000 وحدة سكنية بصيغة الأرضية الكناب. سكنات موصلة بجميع الشبكات والكهرباء والغاز، المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي والألياف البصرية. هذا وستنطلق اليوم عملية تسليم شهادة التخصص لأربعين ألف من مكتتبي عدل 2 عبر المنصة الإلكترونية للوكالة. وإحياء للذكرى دائما، شكل موضوع الدبلوماسية الجزائرية وتكريس مبدأ الحق في تقرير المصير محور ندوة علمية بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة تخللتها مداخلات أساتذة وشهادات لاستذكار عظمة الثورة التحريرية المجيدة. تحسبا للإطار المعيشي للمواطن والفاض والقضاء على النفايات بشتى أشكالها، انطلقت اليوم بالعاصمة حملة تنظيف واسعة بمشاركة فعاليات المجتمع المدني وجمعيات ناشطة في المجال. وبالمناسبة أكدت وزيرة البيئة سامية موالفية على ضرورة تكثيف الجهود لنشر ثقافة الوعي وحس المواطنة.
هذه الحملة بديناها اليوم في هذه الأحياء، لكن هذه الحملة سوف تعمم على كما ذكرت جميع بلديات الجزائر العاصمة، وقلنا وإن شاء الله ما تكونش غير الجزائر العاصمة، جميع بلديات الوطن. لكن حنا نأكدوا على النقطة هذه، يد واحدة ما تصفقش، حنا ما نقدروش نديروا وحدنا. شفتوا معنا مجتمع مدني، مواطنين، أطفال، عائلات، نقتنموا هذه الفرصة باش نأكدوا على هذه المبادرة الحسنة ونروحوا كاملين، كل واحد يتحمل المسؤولية تاعه. نظم اليوم مجلس قضاء تيبازا يوما دراسيا حول مكافحة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 15-21 والذي يهدف إلى سد الثغرات وتعزيز النصوص القانونية السابقة في مكافحة المضاربة غير المشروعة. اللقاء حضره رئيس مجلس قضاء تيبازا، النائب العام، وممثلون عن أسلاك الأمن وممثلون عن وزارة التجارة. رياضة الآن، وتحسبا للمباراتين الفاصلتين المؤهلتين لمونديال قطر ذهابا وإيابا يومي 25 و 29 مارس الجاري ضد المنتخب الكاميروني، استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي اللاعبين الآتية أسماؤهم: في حراسة المرمى رئيس وهاب بولحي، ألكسندر أوكديجا، مصطفى زغبا، في الدفاع عيسى مندي، عبد القادر بدران، مهدي طهرات، جمال بالعمري، أحمد توبا، يوسف عطال، حسين بن عيادة، ويوسف العوافي، رامي بن سبعيني. وسط الميدان رامز زروقي، هشام بوداوي، سفيان بن دبكة، عدن قديورة، وسفيان في غولي، إسماعيل بن ناصر. وفي الهجوم رياض محرز، رشيد غزال، يوسف بليلي، محمد بن يطو، إسماعيل أو إسحاق بالفضيل، وإسلام سليماني. وبأخبار الرياضة نختم هذه النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم. أهلا بكم مشاهدي الأكارم، دائما مع برنامج الظاهرة الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية. وقبل أن نأتي إلى الموعد الاقتصادي وبعده الموعد الرياضي، ندعوكم إلى هذه الفسحة السياحية، بعد ذلك نعود، فابقوا معنا. محطة حمام الصالحين المعدنية، معلم أثري تاريخي روماني يعود تشييده إلى العهد الروماني، فهو عبارة عن مرفق سياحي استشفائي يقع وسط منطقة غابية ذات مناخ متميز ومناظر طبيعية ساحرة. إضافة إلى خصائص مياهه المعدنية الحموية ذات التركيبة الكيميائية الاستشفائية بدرجة حرارة تقدر ب70 درجة عند المنبع. معلم سياحي قديم أنشئ في القرن الأول ميلادي من قبل المحمية الرومانية الثالثة أكو فلافيان. هذا المسبح عبارة عن فريدوريوم باللغة الرومانية أو الغرفة الساخنة، وفريجيداريون دارير في فوفوي في الوراء، عبارة عن الدار الباردة بالمعنى العربي. نبع الثلاث لي تروا غريفون كي اليمونت لا ستاسيون موجودين قريبين من المحطة. طريقة تقليدية قديمة رومانية تزود بها المسابح وكذا الغرف بشكل تقليدي قديم. درجة الحرارة عند المنبع تصل إلى غاية 70 درجة مئوية،
وتأتي وتبرد بطريقة تقليدية إلى أن تصل في إمكانية تحمل المستحم. المرتادين لهذه المحطة من الولايات الأربع المحيطة بالولاية، من خاصة من ولاية بسة، ولاية الواد، ولاية أم البواقي، وولاية باتنا، وأيضا فيه مرتادين يأتون من باقي الولايات من كامل التراب الوطني. أنا جيت من خنشلة، ولد خنشلة. شو عندك متأجل الحمام هذا؟ نبدأ نجي عنده من 65، كنت نقرأ في المدرسة ونهرب من المدرسة، نجي أنا والولاد هنا للحمام صالح. حياتي كلها هنا في حمام صالح. واش الشيء اللي خلاك تجي دائما؟ يخليني الشيء اللي يخليني نجي نرتاح، نلقى راحتي، والما ناتيرال، ما نزيدش نعاود ندوش، خاطر الحمامات كاينين بزاف في الجزائر، يروح الحمام صالح بصح يعاود يدوش، هنا ناتيرال. تحمى هنا ما تزيدش تدوش تري بيان على كيف الماء ناتيرال كاش امراض يعالجها الامبيونس هو راه نعمه ما شاء الله. ننصح اي واحد عنده السطر يجي، انا نجي دائما الحمد والشكر لله، يعني نفعني من ناحيه السطر ومن ناحيه الواحد الحمد والشكر لله. انا كي نجي هنا نصي براحتي تري بيان، وكي نروح نكون في البلاد شويه عيان نجي هنا نروح نلقى روحي قريب، نمشي من نسيها من خنشرة نسيغة كي جينا. أهلا بكم مشاهدي الأكارم. الموعد الاقتصادي يقدمه لكم الزميل عبد الجليل عباس بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. شكرا لك عبد الغني. السلام عليكم مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا الموعد المتجدد من أخبار الاقتصاد، والبداية من الملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية في طبعته الرابعة، والذي نظم بالمركز الجامعي لتيبازا، حيث دعا المشاركون فيه إلى ضرورة تكوين موارد بشرية مؤهلة بما يسمح بتطوير وتمكين هذا النمط من المعاملات المالية في الجزائر، من خلال إبراز دور المؤسسات الداعمة في تمكين الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى ضرورة استحداث تخصصات جامعية ومعاهد متخصصة لتكوين أعوان مؤهلين في هذا المجال. مشروع الطريق السيار في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو يعرف وتيرة أشغال متسارعة لتسليمه في آجاله المحددة، ما من شأنه تسهيل الحركية الاقتصادية بالمنطقة، تقول مايا خرفي. بعد ارتداء ملابس الأمن والسلامة، يجتمع عمال الورشة لمتابعة الأشغال اليومية. عالم تحت الأرض والجبال. سعيد له خبرة طويلة في مجال إنجاز الطرقات. في البروجي هذا عندي يعني من أواخر يعني السنة عندي واحد 5-6 موا ملي بديت هذا البروجي، عويتان كنا في البيرو ونترات يعني لي بروبلام دو شونتيي. On commence par يعني les contraintes d'expropriation, les مشاكل تقنية ainsi de suite. هنا بمحور الجباحية بولاية البويرة، مرورا بذراع بن خدة أي تيحيا وذراع الميزان على طول 48 كيلومترا، مشروع يضم منشآت فنية وواحدا 21 جسرا بالإضافة إلى نفقين، تعرف أشغاله تقدما ملحوظا. إنجاز المشروع أسند للمجمع الجزائري التركي والمكون من 3 شركات، عندنا لونجوا الشركة الوطنية المختصة بأشغال المنشآت الفنية، وشركتين أجنبيتين تركيتين اللي هما أوزغون ونيرول. تقدم الأشغال حاليا النسبة بلغت 56% موزعة عبر الحصص. عندنا بالنسبة حصة الطرق نسبة تقدم الأشغال هي ب 55%، بالنسبة للمنشآت الفنية هي حاليا 54%، أما بالنسبة لحصة الأنفاق فنسبة تقدم الأشغال بلغت 63%. المشروع يشغل حوالي 1200 عامل، منهم 100 عامل تركي. تم تسليم 10 كيلومتر بمنطقة تيزي وزو، والآن نعمل بوتيرة متسارعة لإكمال المقطع الرابط بين ذراع الميزان والجباحية على مسافة 14 كيلومتر.
شركات وطنية تساهم في إنجاز هذا المشروع بيد عاملة مؤهلة. لو دومين تاعنا سي بيان كو نخدموا المنشآت الفنية الكبرى، معناتها نخدموا لي بون الجسور لي تريمي المنشآت الكبرى من ناحية لا بوستونسيون. هذا المحول اللي رانا فيه هنا في مدينة البويرة في منطقة الجباحية عندنا ناحية 200 خدام. المنفذ يعد مشروعا حيويا من شأنه أن يخفف الخناق المروري ويسهل عملية التنقل والحركية الاقتصادية بالمنطقة. مشاهدينا الكرام، قبل استكمال مواضيع نشرتنا الاقتصادية يرفع على مسامعنا الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. في تتمة النشرة الاقتصادية وفي مجال الاستثمار، اتخذت السلطات الولائية بتسم سلت إجراءات تحفيزية ترمي إلى استقطاب الاستثمارات المنتجة، وتشمل هذه الإجراءات المتخذة تذليل جميع العقبات لفائدة المستثمرين الخواص من خلال تقديم مختلف التسهيلات لهم، وكذا منحهم رخص استغلال استثنائية لمباشرة نشاط وحداتهم الإنتاجية في ظرف وجيز. وسيتم ضمان مرافقة دائمة للمستثمرين
المستثمرين من داخل وخارج الولاية خلال مراحل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وكذا تقليص مدة دراسة ملفات الاستثمار لتتم في فترة وجيزة. وضمن جهود تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، يعد مصنع المياه المعدنية بالجلفة واحدا من بين الاستثمارات البارزة، وبطاقة إنتاج تفوق 12 ألف قارورة في الساعة. تمكن المصنع من توفير أزيد من 120 منصب عمل لشباب المنطقة. يقول محمد شوقي بونيف: بطاقة إنتاج تعادل أو تفوق 12 ألف قارورة مياه معدنية في الساعة ينتجها هذا المصنع، ويغطي حوالي 40% من السوق الوطنية. هذا بعد تطبيق استراتيجية الدولة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأفضل، وكذا خلق فرص عمل ومناصب شغل دائمة لشباب منطقة الهيوهي بولاية الجلفة. غادي زين حل هنايا في منطقة الهيوهي، ونفعنا ياسر كما راكم تشوفوا بالماء هذايا، والحمد لله خدمنا ياسر شبيبه وياسر عوائل ونفعنا والحمد لله. على كل حال كانوا هنايا قاشي كان كاع بطال شوماج، وكيف تاع لوزين هنايا الحمد لله راه دخل هنايا ناس كبيره زواولا دخلوا. دخلنا في الانتاج منذ نوفمبر 2020 بطاقه بشريه تقدر بحوالي 120 عامل. القدره الانتاجيه للمصنع هي عباره عن 12000 قاروره في الساعه. حاليا عدو شغال في 120 عامل، أو بالأحرى 200 عامل ما بين مباشر وغير مباشر، يعني وعدنا إن شاء الله الهدف تاعنا 500 عامل إن شاء الله. استثمار حيوي وهام أعطى دفعا قويا للمنطقة لتحريك عجلة التنمية بها لاستقطاب اليد العاملة المحلية منها، كما يعكف هذا المصنع على مراقبة نوعية وجودة المياه بصفة دورية حفاظا على صحة المستهلكين. ابخي تريت متاع كلور اي لو تيست تاع البي اش، الحمد لله رانا النتائج تاعنا راها الحمد لله نلقاو فيها سلبيه، استدير ما ناش نلقاو في الكوليفورم، والماء راه مليح ما لقيناش معاه مشكل. هذا حرصا منا على سلامة المواطن وصحة المستهلك. هذا المشروع راه في مرحلة توسعة من راهي عملية الإنجاز راهي منطلقة لتوسعة المشروع من أجل زيادة في الإنتاج وإضافة منتوج جديد اللي هو قارورات معدنية بحجم 0.5 لتر، وكذلك من أجل إنتاج المشروبات والعصائر الغازية. فبمثل هذه الاستثمارات والمصانع التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة والآلات الحديثة ستدعم الصناعة المحلية بأبعاد جهوية طويلة المدى، لتصبح بذلك ولاية الجلفة قطبا صناعيا بامتياز. تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يتسن لهم تعديل مستخرجات السجل التجاري قصد إدراج الرمز الإلكتروني للسجل التجاري الإلكتروني أن آخر أجل سيكون يوم 30 جوان القادم، إذ سيصبح السجل التجاري التقليدي ملغا آليا ولا يمكن التعامل به نهائيا. تراهن المؤسسة الوطنية للدهن سيك بمعسكر على نوعية منتجاتها لكسب موطئ قدم لها بالأسواق الإفريقية، بعدما تمكنت من تلبية الطلب الوطني من خلال الاعتماد على المعايير المعمول بها دوليا في مجال الدهن المخصص للبناء والاستعمال الصناعي. الروبورتاج لمختار مذكور. من إنتاج الدهن للاستعمال المنزلي إلى تصنيع دهون مخصصة لأنابيب الغاز والمياه الشروب، خطوة عملاقة للمؤسسة الوطنية للدهن وحدة سيك ولاية معسكر ما بوأها لأن تكتسح السوق الوطنية. توجه جديد ألا وهو صناعة هذه الدهون الموجهة التي تدخل في إطار إنتاج أنابيب نقل الغاز، وفيما يخص دهون الموجهة أو الأنابيب الموجهة لنقل المياه الصالحة للشرب باعتبار هذه المادة الحيوية أيضا، وباعتبار توجه يعني اليوم الصناعي دائما والاقتصادي لبلدنا الجزائر. إذا فكرت المؤسسة من خلال كل تقنيها ومن خلال كل المتخصصين في أننا أيضا نساهم في هذا الأمر، والمتمثل أساسا في ضمان جودة المياه. المؤسسة الوطنية للدهن وعبر وحداتها الإنتاجية توظف أزيد من 270 عاملا، وبفضل سياستها التسويقية التي مكنتها من التواجد بالأسواق الإفريقية والعربية.
جميع المنتجات يعني المصنعة في هذه المؤسسة هي موافقة لجميع المقاييس الوطنية يعني داخل الوطن. المؤسسات تنتج 6 أصناف من المنتجات: صنف دهون البناء، صنف دهون الصناعة، صنف دهون هياكل السيارات، وصنف البرنيق، وصنف الممددات، وصنف الغراء. 32 طنا معدل الانتاج للمؤسسة سنويا سمح بخفض فاتورة الاستيراد، وأسس لقطب مختص في المواد المصنعة جزئيا. خطوة عملاقة خطتها مؤسسة تصليح البواخر وحدة وهران بعد أن رفعت تحدي تصنيع قوارب الرسو محليا بفضل اليد العاملة التي تخضع لتكوين تخصصي في المجال. مختار مذكور. قارب الرسو الذي تشاهدون كان قبل 2 فقط يكلف الخزينة العمومية 12 مليار سنتيم، الآن أصبح يعادل 3 ملايير بعدما أضحى يصنع بمؤسسة تصليح البواخر بوهران. شركة لبس بها خدمة، دارت إنجازات لبس بها، دينا ديجا واحدة لسكيكدا سيناها رانا نخدموا بها راهي صالحة 100%. قامت أورينوف ببناء 5 سفن الرص، وهي تمثل في سفن الربط في الموانئ لتدعيم الاقتصاد الوطني في هذا المجال البحري، وهناك مشاريع إن شاء الله في المستقبل تمثل في بناء سفن من الحجم المتوسط. المؤسسة تأخذ على عاتقها جميع أنواع الصيانة للبواخر والسفن بفضل رأس مالها البشري المؤهل والعامل بمختلف الورشات. تتميز مؤسسة وحدة وهران بإصلاح السفن بمعدل 150 باخرة، منها كما نقولوا احنا ليزاري تكنيك تمثل بعدة وحدات. لأجل الاستثمار في هذا المجال وتطوير مجال صناعة السفن، يعني ينبغي تزويد أحواض التجريبية للسفن اللي موجودة في جامعة الهندسة البحرية بوهران بالمعدات اللازمة لوضعها قيد التشغيل من أجل باش نستفادوا منها. هذا وتستهدف المؤسسة تصنيع قوارب الإرشاد وسفن الجر خلال 3 سنوات المقبلة كتحد سيخلص قطاع الصيد البحري من التبعية للخارج وبشكل جذري. إلى أخبار الاقتصاد في العالم وتحديدا في مجال التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث قال غاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأن التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي شهدت نموا سريعا في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر فيفري من هذا العام، مما يدل على الحيوية والمرونة في تعاونهما التجاري. وأضاف بأن التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 14.8% على أساس سنوي إلى 137.16 مليار دولار أمريكي في الشهرين الأولين من هذا العام، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة. وصرح غاو في مؤتمر صحفي بأن الصين والاتحاد الأوروبي باعتبارهما شريكين تجاريين مهمين لبعضهما البعض يتمتعان بدرجة عالية من التكامل الاقتصادي ومجالات واسعة من التعاون وإمكانية كبيرة للتنمية. حذر برنامج الغذاء العالمي من أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستساعد في زيادة تهديد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، على اعتبار أن روسيا وأوكرانيا تشكلان معا 29% من تجارة القمح العالمية، كما أن أسعار الغذاء والوقود ارتفعت بشكل حاد منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية. ووفقا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، فقد وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر فيفري من هذا العام، وارتفع سعر القمح بنسبة 24% في الفترة الممتدة من 21 من فيفري إلى 15 من مارس الحالي. ما تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على ملف الطاقة، حيث واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها متجاوزة 100 دولار في وقت وجدت فيه الدول المنتجة والمستهلكة للغاز والنفط نفسها أمام منعرج تاريخي قد يغير استراتيجية التكتلات العالمية. التقرير لحورية جرجار.
على خلاف كل التوقعات حول الطاقات البديلة، أظهر الوضع في أوكرانيا أن الأسلحة الحربية ليست وحدها من تحسم المعركة وموازين القوة، بحيث دخلت المحروقات من غاز وبترول لتؤكد أن الطاقة ما تزال الرقم الثابت في المعادلة الجيوسياسية. من فضل الجهود نتاع البلدان الأعضاء في أوبك بلس اللي خلات السوق نتاع النفط يستقر ويرتفع شيئا فشيئا منذ بداية 2020. ما ننساش الأزمة تاع 2014، الأزمة تاع أفريل 2020 وين جاء السعر انخفض أقل من 20 دولار للبرميل. إذن ولكن من فضل الالتزام والعقد اللي والتزموا بكل صراحة، يعني سواء روسيا سعودية ولا كل البلدان فيما فيها الجزائر، إذن كل واحد كان كل بلد كان عنده حصة يحترمها. إن إنتاج الجزائر للغاز والبترول يجعلها تحقق أمنها الطاقوي وتلتزم بعقودها مع زبائنها. الأمن الطاقوي الداخلي ما عندنا حتى مشكل، لأن كيفاش يقولوا الاحتياط نتاع النفط والاحتياط نتاع الغاز اللي موجود في الجزائر يكفينا أكثر من 50% رانا نستهلكها لتوليد الكهرباء والباقي نصدره. إن ترابط وتداخل الطاقة بالمنتوجات الصناعية والفلاحية على مستوى الأسواق العالمية قد تحدث صدمة على مستوى الأسعار في الأسواق في حال عدم التحكم في الأزمة. كل الأسعار نتاع المواد المصنعة في البلدان الغربية أو في أي بلدان حتى في الصين ولا طلعت، لأن الطاقة سعر الطاقة طلع، الاقتصاد الدولي ما يقدرش يتحمل هذا الأسعار. ويبقى الحفاظ على توازن في أسعار النفط والغاز في الأسواق من مصلحة المنتجين والمستهلكين. إلى مستجدات أسعار الذهب الأسود في العالم، حيث حافظت أسعار النفط على ارتفاعها بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة بدولار و29 سنتا بما يعادل 1.2% إلى 107 دولار و96 سنتا للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع دولار و 72 سنتا أو 1.7% إلى 104 دولار و70 سنتا للبرميل، وهو ما يضاف إلى قفزة بلغت 8% في الجلسة السابقة. إلى أسعار المعدن الأصفر، حيث سجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من 4 أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن الأصفر بفعل الآمال في إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وكذا تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض سعر الذهب ب 1.1% إلى 1921 دولارا و55 سنتا للأوقية، متأثرا بارتفاع الدولار الذي قفز مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ختام النشرة الاقتصادية كالعادة إطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام الموعد الاقتصادي، نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. عودة إلى عبد الغني لاستكمال ما تبقى من فقرات برنامج الظهيرة. شكرا لك عبد الجليل على ما تفضلت به من أخبار اقتصادية. مشاهدي الأكارم، الموعد الرياضي يأتيكم من الظهيرة بعد قليل.
أهلا بكم في الظهيرة مشاهدي الأكارم. وصلنا معكم إلى حد الآن إلى الموعد الرياضي يقدم لكم الزميل أنيس مزيان بعد هذا الفاصل. مساء الخير عبد الغني، مساء الخير بالمشاهدين الكرام والمستهل بالمنتخب الوطني، حيث أعلن الناخب الوطني جمال بالماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين لخوض الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر، والذي سيجمع منتخبنا الوطني بنظيره الكاميروني. قراءة في القائمة بقلم سهيل معوش. قائمة حملت مفاجأة إبعاد بغداد بنجاح، وهو الشأن بالنسبة للاعب وستهام يونايتد الإنجليزي سعد بن رحمة، مقابل الاعتماد على العائد إلى صفوف الخضر إسحاق بالفضيل، مهاجم هيرتا برلين الألماني ومهاجم الوكر القطري محمد بن يطو، مبقيا على يوسف بليلي ورياض محرز وإسلام سليماني المشاركين بانتظام وبمستويات راقية رفقة فرقهم. الخط الخلفي عرف استدعاء الظهير الأيسر لنادي النجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف سابقا يوسف العوافي لأول مرة، مقابل استبعاد لاعب الترجي التونسي الياشتي، فيما احتفظ ببقية العناصر في الدفاع مع عودة أحمد طوبة. خط الوسط شهد عودة هشام بوداوي وعدلان قديورة مع استبعاد آدم زرقان، مقابل الإبقاء على رباعي خط الوسط رامي الزروقي، سفيان بن دبكة، سفيان فيغولي وإسماعيل بن ناصر. قائمة بالماضي لم تختلف عن سابقاتها في حراسة المرمى، عندما ثبت الثلاثي رايس وهاب بولحي، ألكسندرو كيجا ومصطفى زغبة. وبالأرقام، قائمة بالماضي ضمت 5 لاعبين في محور الدفاع، مثلها في وسط الميدان الدفاعي. وعلى مستوى الخط الأمامي شهدت تواجد 3 لاعبين في قلب الهجوم، ويتعلق الأمر بإسلام سليمانية بالفضيل وبن يطو قبل السفر نحو تربص غينيا الاستوائية. وفي رابطة أبطال إفريقيا، تأهل وفاق سطيف إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ضيفه حوريا كوناكري الغيني بـ3 أهداف لـ2. ثنائية الفريق الغيني وقع عليها كل من سي بافور ومورلي سيلا، فيما سجل للوفاق أكرم جحنيط ورياض بن عياد الذي بصم على ثنائية في هذا اللقاء. وبهذه النتيجة رفع الوفاق رصيده إلى 9 نقاط كاملة. وفي نفس المنافسة يواجه سهرة اليوم شباب بلوزداد نادي النجم الرياضي التونسي بهدف حسم ورقة التأهل إلى الدور القادم. أبرز المعطيات في سياق التقرير التالي. كل الظروف تبدو في صالح شباب الوزداد من أجل استغلال هذه الفترة الإيجابية وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من أعرق المسابقات الإفريقية، حين يستقبل النجم الرياضي التونسي بهدف ثابت الإبقاء على 3 نقاط. متصدر ترتيب البطولة الوطنية يطمح لاستغلال الحالة النفسية المتذبذبة للفريق التونسي بعد التعثر في آخر جولة أمام نادي الترجي، ولهذا أجرى أشبال الفني باكيتا حصة تدريبية في المركز الوطني بسيدي موسى، وعرفت مشاركة جل التعداد باندماج العربي تبتي وماحي بن حمو بعد التخلص من آثار الإصابة. بلغة الأرقام والمعطيات، هجوم الفريق البلوزدادي سجل 10 أهداف في آخر 4 مباريات، وشهد التألق المهاجم خير الدين مرزوقي الذي سجل 9 أهداف، 3 منها في رابطة الأبطال، ما يؤكد قوة الهجوم البلوزدادي. فضلا عن توازن خطي الدفاع ووسط الميدان وحنكة المدرب البرازيلي في قراءة الأشواط الثانية في أغلب المباريات. هي عوامل ظروف مناسبة بأداء ثابت ونسق تصاعدي لتشكيلة تمتلك كل المقومات للذهاب بعيدا في رابطة الأبطال الإفريقية. (تصفيق)
بالتوفيق لممثلي الكرة الجزائرية في المنافسة الإفريقية. إلى أخبار البطولة الوطنية المحترفة، حيث لعبت أمس 3 مباريات في إطار الجولة 22 وعرفت تعادلا سلبيا بين سريع غليزان واتحاد الجزائر. أكثر تفاصيل في سياق التقرير التالي. محوا للهزيمة النكراء التي مني بها سريع غليزان، استقبل الرابيد اتحاد العاصمة المستقر نسبيا في نتائجه الأخيرة. بداية حذرة من الجانبين، الاتحاد متحكم والسريع يترقب، وأولى الفرص تلوح لبلعيد بهذه الرأسية بعد تنفيذ زوار لهذه الكرة الثابتة. أصحاب الأرض يحاولون نقل الخطر إلى منطقة عملية الحارس بن بوط، والمطالبة هنا بركلة جزاء في هذه اللقطة تقدير الحكم توابتي مواصلة اللعب. مع الدقيقة 20 بدأ أشبال بنفيسا في فرض منطقهم، وبركات يجد نفسه وجه لوجه مع الحارس بن بوط يضيع هدفا في المتناول. ثواني بعدها ينفذ الاختصاصي بالغ سفيان ضربة ثابتة تنقصها القوة. ردة فعل كتيبة زلاتكو تجلت من خلال محاولة محيوس الذي يضيع أمام الحارس بوزدر. ضغط الضيوف يزداد، وفتحة لوصيف لم تجد من يحولها إلى الشباك. نصف المباراة الثاني دخله الضيوف بأكثر إرادة في انتزاع النقاط الثلاث، ومحيوس بمقصية كاد أن يفتتح باب التسجيل. يرد عليه بالغ بهذه الكيفية. اتحاد العاصمة أكمل نصف الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد بنزازة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. ومع ذلك صمد المسمعية أمام المد الهجومي للرابيد كثابتة بالغ ورأسية بركات. تعادل سلبي يفترق عليه الناديان. اتحاد العاصمة يرتقي إلى الصف الرابع، بينما يبقى سريع غليزان ثاني المهددين بالسقوط ومن دون مدرب إلى حين. وبعد نهاية المباراة تحدث مدرب سريع غليزان مصطفى زيدي عن وضعية الفريق، داعيا إلى إيجاد حل لتسوية الأزمة المالية التي أثرت على مردود رفقاء اللاعب سفيان بالغ في آخر الجولات. يوم ولا رانا بزون اونترينار فريق ما عنده حتى حاجه، ما عنده حتى امكانيات منعدمه. دي فوا في الماء ما كانش، في لي زونترينمون ما كانش الماء، في الماتش ما كانش الماء، ما كان والو. ابسط اشياء باش تبريباري ان ماتش ما كانش. حنا نطلبوا من السلطات ونطلبوا من محبي فريق سيري غليزان ومن رجال الاعمال باش يلتفوا على هذا الفريق، وين مازال حنا ما حسابين، مازال ما طحناش، ومازال لي سبور كاين، لي زيكيب مام اللي راهم يلعبوا على طيحه فاني ماهمش بعد علينا بزاف، تروا وين كاين 3 بوان بيناتنا ديفيرونس برك. ان شاء الله حنا فاني يتلفوا بهذا الفريق ويجيبوا مدرب ويجيبوا باش ان شاء الله حنا فاني نحقوا البقاء. قادرين نحقوا البقاء نورمال، عندنا ايكيب، عندنا فريق مليح، دي جوار يلعبوا، دي جوار دي جان ديكسبيريونس. حنا ان شاء الله الناس تجي تقدم لهذا الفريق، وين تجي وين تشوف مسيرين تاع اتحاد العاصمه هنا في غليزان تصيب فايد 20 مسير، وحنا غليزان ما عندنا حتى مسير حاضر معنا في المقابله، لي جوار وبس، لونترينار وما كانش. ما والله دي نتاسف على هذه الوضعيه اللي راه فيها الفريق، وان شاء الله ان شاء الله الناس تلتف بهذا الفريق ونسلكوا ان شاء الله ونبقاو في لاسمائين، وربي يدير الخير خوتي، بارك الله فيك. وكما قلنا فاني اليوم احنا اي فريق اللي ما عنده تم مسير يقف معاه لهنا، وفريق ما عندوش مدرب راه فيه بوي وقيلا دو موا ولا رانا بزون اونترينار، فريق ما عنده حتى حاجه، ما عنده حتى امكانيات منعدمه. دي فوا في الماء ما كانش، في لي زونترينمون ما كانش الماء، في الماتش ما كانش الماء، ما كان والو. ابسط اشياء باش تبريباري ان ماتش ما كانش. حنا نطلبوا من السلطات ونطلبوا من محبي فريق سيري غليزان ومن رجال الاعمال باش يلتفوا على هذا الفريق، وين مازال حنا ما حسابين، مازال ما طحناش ومازال. من جهته حقق فريق هلاش الغوم العيد فوزا مهما على حساب اتحاد بسكرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. التغطية للزميل محمد الصالح بوسكر. لم يترك هلاش الغوم العيد أي شيء للصدفة وهو يستقبل اتحاد بسكرة الذي يبصم على موسم متميز. الهلال بدأ ضاغطا ومهاجما، وأمام هذه الضغوطات لا بد أن تنهار معه الجدارات الدفاعية. دفاع اتحاد بسكرة وقع في المحظور عند تنفيذ ركنية، خطأ استغله عايم معلنين افتتاح التسجيل في حدود الدقيقة الثامنة.
الزوار لم يكتفوا بالأدوار الدفاعية حيث مالوا أكثر للهجوم بعد هدف شلغوم العيد. غسيري استغل واحدة من الكرات في منطقة الحارس مدور ليحولها إلى هدف التعادل بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول. الأخطاء الدفاعية القاتلة من جانب اتحاد بسكرة في الكرة الثابتة استغلها شرفاوي بذكاء ويضيف الهدف الثاني لهلال شلغوم العيد. مدرب اتحاد بسكرة يلجأ إلى تغيير اضطراري بعدما عانى الحارس بن شريف من إصابة مقلقة تارك مكانه لوبدي الذي تألق في صد كرة قوية سددها حراري ويبقي على نتيجة هدفين لهدف حتى نهاية المرحلة الأولى. في الشوط الثاني الفريقان اضطرا إلى تغيير البدلة. الهلال دخل باللون الأخضر عكس المرحلة الأولى جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد. هلال شلغوم العيد استثمر في الكرة الثابتة حيث نجح حراري هذه المرة في توقيع الهدف الثالث من مخالفة مباشرة سددها بدقة في مرمى الحارس وبدي. هدف أنهى فعليا كل أمل وطموح في العودة في المباراة من جانب اتحاد بسكرة الذي لم ينجح في تقليص النتيجة أمام براعة الحارس مدور لينتهي اللقاء بفوز هلال شلغوم العيد وهو الانتصار الرابع له منذ بداية الموسم. مباراة أخرى احتضنها ملعب أحمد زبانة بوهران جمعت بين المولودية المحلية وفريق النصر حسين داي وانتهت بالتعادل السلبي. أبرز مجريات المباراة في سياق التقرير التالي. محوا للهزيمة النكراء التي مني بها سريع غليزان استقبل الرابيد اتحاد العاصمة المستقر نسبيا في نتائجه الأخيرة. بداية حذرة من الجانبين، الاتحاد متحكم والسريع يترقب، وأولى الفرص تلوح لبلعيد بهذه الرأسية بعد تنفيذ زوار لهذه الكرة الثابتة. أصحاب الأرض يحاولون نقل الخطر إلى منطقة عملية الحارس بن بوط، والمطالبة هنا بركلة جزاء في هذه اللقطة تقدير الحكم توابتي مواصلة اللعب. مع الدقيقة 20 بدأ أشبال بنفيسا في فرض منطقهم، وبركات يجد نفسه وجها لوجه مع الحارس بن بوط يضيع هدفا في المتناول. ثوان بعدها ينفذ الاختصاصي بالغ سفيان ضربة ثابتة تنقصها القوة. ردة فعل كتيبة زلاتكو تجلت من خلال محاولة محيوس الذي يضيع أمام الحارس بوزدر. ضغط الضيوف يزداد وفتحة لوصيف لم تجد من يحولها إلى الشباك. نصف المباراة الثاني دخله الضيوف بأكثر إرادة في انتزاع النقاط الثلاث، ومحيوس بمقصية كاد أن يفتتح باب التسجيل. يرد عليه بالغ بهذه الكيفية. اتحاد العاصمة أكمل نصف الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد بن زازة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. ومع ذلك صمد المسمعية أمام المد الهجومي للرابيد كثابتة بالغ. وفي الرياضة العسكرية اختتمت بالمدرسة العليا للمشاة جلو العبيدات بشرشال بالناحية العسكرية الأولى فعاليات البطولة الوطنية ما بين المدارس للرمي بالبندقية النصف آلية ذكور وإناث. البطولة ميزها تنافس قوي بين الرماة الذين أبانوا على مستوى فني عالي ليتم تكريم الفائزين بالمراتب الأولى في مختلف اختصاصات هذه الرياضة. حصلت على المرتبة الأولى في ترتيب الفردي. مستوى البطولة كان جيد، مستوى متقارب، منافسة كانت شرسة من الفرق الأخرى، وأتمنى التوفيق للفرق الأخرى.
نعود إلى البطولة الوطنية واستكمال لنفس الجولة. تلعب في هذه الأثناء الثلاث مباريات، أبرزها مباراة مولودية الجزائر شباب قسنطينة والذي يحتضنها ملعب عمر حمادي ببلوغين. نتابع أبرز مجريات المباراة بتعليق محمد جمال. لم يركز في هذه الكرة العرضية حميدي رحماني في حديث مع الدفاع ومع حكم المباراة، يطلب منه السرعة في تنفيذ ضربة المرمى. قد تكون هذه الكرة هي الأخيرة في المباراة بالرأس. نتوجه في أغلب التقدير نتوجه إلى النتيجة البيضاء بين الفريقين. حكم السيد بوخلفة ينظر إلى الوقت والساعة وتأتي صافرة النهاية، نهاية المباراة بتعادل الفريقين. شباب قسنطينة الفريق الضيف يتمكن من كسب نقطة جديدة هنا بملعب عمر حمادي على حساب مولودية الجزائر في مباراة أقل ما يقال أنها تحت المتوسط من الناحية الفنية. ربما تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، بينما فريق أولمبي شلف متفوق على ملعبه أمام أمل الأربعاء بهدف دون رد، فيما تشير نتيجة مباراة النجم مقرى وأولمبي المدية بتفوق النجم بهدفين دون مقابل. تفاصيل أكثر بلغة الصور والأرقام يمكنكم متابعتها في برنامج الشوط الثالث الذي يأتيكم في تمام الساعة التاسعة مع الزميل محمد شوماني. عبد الغني، الفقرة الرياضية انتهت، عودة إليك. شكرا لك أنيس مزيان على ما تفضلت به من أخبار رياضية، ونحن بدورنا أيضا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج الظاهرة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الفني، وأيضا تقبلوا تحيات هيئة الإشراف. أترككم على خير وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.